السينما في الاخر هي نسبيه جدا، والاذواق نسبيه جدا، واحنا مش عايزين نصادر على ذوق حد. اللي شايف ان في فيلم بالنسبه له هو فيلم مهم، وانا شايفه فيلم مش مهم، او فيلم جيد وانا شايف فيلم مش جيد، نفضل مختلفين، بس في الاخر انت اتبسطت بتتفرج على الفيلم، هل اضاف لك حاجه جديده، هل انت مستمتع، تمام. التقييم كله بعناصر فنيه، لكن فجاه ان انا ادخل بقى اجندات سواء بقى ايديولوجيه او سياسيه او اخلاقيه او مجتمعيه عشان احكم بيها على عمل فني او حتى تجاريه، هنا بقى تجاريه بحته بقى، اقول لك بس الفيلم اللي بيعمل فلوس في شباك تذاكر ده فيلم كويس، ما بيعملش ده فيلم وحش. كل دي معايير هي بره المعيار الفني اللي هقيم بيه العمل. فطبعا زي ما انت بتقول في الاخر بقى، اي عمل انا اي عمل اقدر اوله باي طريقه تخليه يبقى مسيء، اقدر اقول ان فيلم مهم زي فيلم مثلا الموميا مثلا، ده من اهم، في ناس تعتبره طبعا اهم فيلم، ناس كتير يعني بعض صناع السينما يعتبروه اهم فيلم في تاريخ السينما المصريه مثلا في اخر مثلا في القرن اللي فات، ده هيبقى فيلم مسيء جدا لو بصينا من المنظور ده تماما بقى. فهي الفكره طول الوقت انه لا، ان ده معيار لا يجوز اصلا ان احنا نحطه في الاعتبار واحنا بنتكلم عن السينما عموما، وتعين بقى عن انه الكلام ده كمان المخيف بالنسبه لي، وده كمان اللي كان ازمه، انه بيجي مش من متلقي عادي او من حتى ناقد ولو مش متخصص، لا ده بيجي بقى من الفنان نفسه، من الممثل، من واحد من الناس اللي بيشاركوا في الصناعه، بيقرر وهو واخرون برضو مجموعه مختلفه من الناس اللي بيشاركوا في الصناعه دي، بيقولوا هم انه ده يا جماعه بيحكموا عليه بمعايير مش بتاعته. فالمخيف والمدهش انه بقى افراد من الصناعه هم اللي بيحكموا على العمل وبيقيموه بمعايير مش فنيه. فده اللي كان صادم، ده التغير بقى اللي بدأنا بقى ايه نرصده، يعني كان الموضوع يخوف بقى بصراحه. انطلق يا استاذ يوسف، انا عارف انت محمل ومعبي اكيد. يعني بس انا محمله، بس كل اللي محمله ضحك. يعني انا محمل الموضوع، كان الاول غضب من التهمه الكبيره دي، وبعد كده الموضوع قلب ضحك اصلا. يعني ما اتخدعت جدا في طب السبب. خليني كده، يعني يوسف، يوسف ثاني، انت داخل المجال اهو بقالك فتره قريبه، وبتحاول بقى ايه تبدا خطواتك الاولى، وراجل عندك طموح في يوم من الايام انك تبقى مخرج، واكيد عندك مشاريع والحماس بتاع بدايه الشغل والانخراط في عالم الاحتراف و و و وبعدين انا محتاج اسمع راي واحد زيك. يعني بعدين انت في بدايه طريقك الجميل اللطيف ده بتجد هذا الموقف من حد من الناس اللي جوه المنظومه نفسها، يعني حتى الكلام يعني خطورته وصعوبته بالنسبه لي بشكل شخصي انه مش جاي من ناس بره او مش متلقي عادي او بتاع، ده جاي من حد بيشارك في الصناعه اصلا، وحد كان في يوم من بالظبط. الايام مشارك اصلا في افلام من الافلام اللي بنعتبرها كلاسيكيات والافلام المهمه. فده الشخص اللي بدأ يقيم الأفلام بمعايير مش فنية، وبدأ المشكلة كمان إنه بدأ يعمل ده أو عمل ده على فيلم هو أوريدي ما شافوش للآخر، يعني بقت التهمة معلبة وبتاع. واللي إحنا بنشتكي إن الناس الجمهور قطاع من الجمهور بيعمله بقى بيعمله شخص من الصناعة نفسها. قول لي ده بقى رد فعله عليك أنت كشخص عندك بقى طموحات وبتاع، ده أنت استقبلته إزاي؟ انا استقبلته بغضب جدا وبخوف، يعني اتخدعت واتخدعت. يعني حد بقيمة الشخص ده اشتغل مع ناس ما يعني عمل افلام مهمة، انت لسه قايل كلاسيكيات يعني، فاهم انت؟ حتى وحسيت ان هو متناقض مع نفسه، انت شخص عملت الكتكات مع مخرج مهم جدا برضه بيتكلم عن نفس الحي العشوائي الجميل، اشتغلت مع مخرجين كبير كتار جدا، فبأعمالك وبتاريخك ده يطلع منه تصريحات زي دي، فده موضوع مرعب شوية. ان انا يعني حسيت ان الظواهر احيانا بتخدع. طيب انت بشكل شخصي، هل حصل لك اي حاله بقى من الاحباط، هسيبك من الغضب تجاه الفعل نفسه، اثار ده بقى بعد، انت قلت لي في الاول غضبت وبعد كده تعاملت مع الموضوع ان هو افيه وبقيت بتضحك وكده،
كلنا بعد شويه لما خدنا بالنا، لما شفنا بقى انه تمام يعني في حمله، وبقى في حمله مضاده بياخدها فنانين برضو، فالناس بداوا لاول مره بقى يحصل جدل حقيقي، وانه يا جماعه في حاجه اسمها حريه تعبير، وفي حاجه اسمها فن، وفي حاجه اسمها اعتبارات فنيه ومعايير فنيه هي اللي بتحكم وهكذا. تمام، ده بدا يخلي الواحد متزن نفسيا. لكن انا بتكلم عنك بشكل شخصي كنموذج لحد بيبدا وعنده رغبه، يبقى اكيد عندك افكار كتير لمشاريع كتير. فاغلبنا في التوقيت دوت بيبقى عايزين نعمل حاجه بره الصندوق ومش جوه المينستريم، ومش شبه الافلام التجاريه طول الوقت عندنا المشاريع بالظبط. الطموحه دي. رد بقى ده عليك بقى في النقطه دي، هل ده اثر فيك في النقطه دي ولا ايه؟ فعلا بالظبط. يعني انا فعلا خوفني تجاه، يعني انا مش عارف بجد انت توقعت ازاي ان انا عندي مشاريع كافكار محطوطه في الدرج لسه تطلع بقى كمان سنين مع المذاكره، بس انا بجد بدأت خفت، لسه خفت على هتطلع برضه، افكاري. ما تقلقش، أنا عندي حاجات كده برضه من ساعة ما بدأت لغاية دلوقتي ما طلعتش عادي. فحسيت فعلا بخوف وغيره تجاه افكاري، ان لان انا سمعت بودكاست قبل كده لعمر الزهيري وهو بيحكي ان الفكره اصلا هي كانت فكره ما بتدور في دماغه بقاله كتير، وهي فكره خياليه نوعا ما ممزوجه بالواقعيه. فانا خفت ان اي حاجه جديده بعد كده ممكن تتهاجم، ومن ناس مش من ناس عاديين زي ما انت قلت، ناس ليهم تقولهم في الصناعه، ناس مهمين، ناس ليهم تاريخ. بس ما بقى بعدين بقى بعد ما لقيت اللي هو كل الناس الحملة اللي قامت، اللي لا كل الناس يا اما مش بتدافع عن الفيلم وتقول فيلم جميل وكل حاجة، لا بتقول الفيلم لما عجبني لما ما عجبنيش، بس ما نلقيش عليه التهمة الكبيرة دي. فده خوفني نوعا ما ان اي فكرة جديدة ممكن تسيء بسمعة مصر ببساطة جدا، عشان مثلا المكان اللي بتقوم فيه القصة في مصر. الافلام اللي هتبقى افلام خلافيه او تعمل خلاف من النوع القوي ده، هي افلام ما فيهاش المعايير المعتاده اللي الجمهور اتعود عليها. وخلينا نتكلم عن حاله تحديدا بقى، حاله الجمهور اللي في المنطقه دي، حاله الجمهور المصري تحديدا، اللي هو بقاله سنين طويله المنتج السينمائي اغلبه هو منتج محافظ على المعايير التجاريه، هو منتج بيتعمل معلب وجاهز ونوع تقريبا نوع واحد مع اختلاف الانواع اللي جوه بقى. فانت عندك يا كوميدي يا اكشن يا يعني حتى الافلام الرومانسيه مؤخرا بدات تظهر تاني على استحياء وعدد قليل، ما كانش فيه ده، كان كله يا اكشن يا كوميديا، شويه بقى بدا يخش الرعب ومش عارف ايه، انواع وقوالب جاهزه وفيها العناصر اللي الجمهور العام عايزها، من الناس عايزينها كأفلام في يعني نفس النوع ده، في منه كتير. لما بتكلم على فيلم نوع، هو فيلم بيندرج تحته مئات العناوين بنفس الطريقة ونفس الشكل، قصدي على طريقة بناء الفيلم وشكل حدوتة الفيلم والعناصر اللي بتكون الفيلم وهكذا. فأنت لما تبقى عايز تعمل فيلمك بقى بالذات لما تكون في الأول، ولما تكون كمان صانع سينما جاد او شخص عندك حاجه، عندك وجهه نظر بجد، مش عايز تخش عشان تكسب او سبوبه او مهنه او فلوس او عليك اقساط وعايز تعمل اي حاجه عشان تسدها وكده، عندك هم حقيقي، يبقى عندك مشاريع ما فيهاش العناصر دي. وبالتالي كون ان ما فيهاش العناصر دي، فانت كده كده هتعمل، لو ربنا كرمك وعملت فيلم، هيبقى فيلم خلافي، لانه هو مش هيبقى على ذائقه اغلب الجمهور، كلنا متفقين على ده وده المنطقي. وكوني احط بقى فكرة إنه أن لو ما كانش ده شبه الأفلام المينستريم، أفلام التيار السائد، لو ما كانتش كده، فيبقى الفيلم أولا هيبقى فيلم وحش، أنا خلاص هصادر على حكمي دي، وأنا ده مش هيبقى عندي مشاكل معاه، لأنه في الآخر هو خلاف على مستوى الذوق، تمام. لكن كمان هتبقى كل المواضيع اللي بيناقشها مواضيع بالنسبة للي اتعود على نوع السينما المعلب ده، هي مواضيع شائكة، لانه هيتكلم عن الحاجات الشخصيه بقى، والحاجات الشخصيه هي في الاغلب حاجات بتؤرق الصانع، حاجات بتساؤلات وحاجات مقلقه بالنسبه له، وحاجات عايز يعرف اجاباتها، وحاجات هو ملاحظها وعايز يناقشها وهكذا. كل ده هو ما له علاقه بالناس اللي على الهامش، المشاكل اللي موجوده ليه هو كشخص مع المجتمع، للمجتمع نفسه كشخص بيلاحظ اللي بيحصل، لان هو في الاخر ما هي الراجل بيقدم حدوته، فالحدوته بت ب... 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 انك تحكي حدوته شخصيه فيها وجهه نظرك، ده هيخليك تقدم مواضيع واعمال وقصص مش المعتاد، مش الناس بتشوفها. فهتبقى ساعتها القدره على التاويل مفتوحه على بابها،
من انك اي حاجه هتعملها هتتعرض لمشكله ما او لازمه ما او لتساؤل ما، انا اقدر على طول اقول اه انت ليه بتتكلم في الموضوع ده؟ ازاي الشرير في الاخر ما ماتش؟ ازاي الخير ما انتصرش؟ ازاي البطل والبطله ما اتجوزوش في الاخر وتوهوا قصه الحب دي بالنجاح وهكذا؟ فده فتح للباب على مصراعيه، لان اي حاجه بتبقى خارج السياق تبقى تتهم بقى باتهامات زي ما قلنا في الاول الجاهزه لقياس اي فيلم بمعيار غير فن. فانت كده اصلا بتفتح باب تماما لاي شخص يقول ده، لو ثبت انه دي طريقه يا جماعه في الحكم على الافلام. يعني انت يا عمرو من شويه كنت بتطرح فكره انه فيلم زي عسل اسود مثلا من وجهه نظرك، رغم انه هو في الاخر هو فيلم برضو في اغلب المعايير اللي موجوده جوه سوق عادي كفيلم تجاري، بس المره دي هو بيحاول يكون اكثر يعني نضجا شويه من انه يبقى فيلم معلب وجاهز. دي كانت محاوله من صناعه يعني انه يطرح قضايا مجتمعيه ليها دعوه بحاجات ما بتتقالش كتير في الافلام الاكثر سطحيه مثلا او الابسط، خلينا نقول السطحيه يعني مش بغرض التقليل من شانها، بس هي افلام بسيطه. هو حب يكون عنده شويه عمق زياده او شويه جراه زياده في مناقشه قضايا ما يعني. وده بيفكرني مثلا باللي كان بيعمله وحيد حامد مش عارفه في التسعينات مثلا، محاوله انه يعمل فيلم في ببعد سياسي كده ناضج بيشيل وجهه نظر ما زي الارهاب والكباب مثلا. مثلا. اه فاهو عسل اسود ده احنا لو حطينا بقى المعايير دي، وده ما اتقالش في وقتها يعني، وربما اتقال من بعض الناس يعني انه ازاي بيطلعوا مصر كده، بس هو في الاخر الراجل مطلع مصر جميله وراجع له احنا عندنا كونسبت الحمد لله وحاجات كده لطيفه كده ليها دعوه بانه المصري في الاخر كويس وهيتجاوز واحنا شعب عريق وله حضاره، ودي كانت مقوله الفيلم بشكل او باخر، وانه بس حصل لنا شويه تغييرات ما مؤخرا لكن اصلنا كويس وفطرتنا كويسه بس لو حتى احنا بيفكرني كده مثلا بالافلام اللي كانت في الثمانينات بتاعت المخدرات، اللي هو انت خلال الفيلم انت كان في ناس بيهاجموا يعني انه طول الفيلم انت بتشوف كل طرق التعاطي والتجار وانه قد ايه المخدرات بتخلي الواحد في حاله لطيفه ومش عارف ايه، وبعدين في الاخر بيجيب هما بيقبضوا على الراجل والمدمن بيلاقي مصير سيء. فكان في ناس شايفين انه لا ده مش كفايه، لان انت كده بتروج للمخدرات، لان انت ما بتهاجمهاش غير في جزء من الفيلم، لكن باقي الفيلم بتوريني حاجات لطيفه بتحصل للمدمن وحياه جميله هو بيعيشها وشيء. فبقى ده معيار احصائي بقى للفيلم، اللي كام في الميه في رساله وكام في الميه فيهوش رساله. فده ياخدني بقى للكلام عن السينما الموجهه اصلا، بس السينما التربويه، ان تعالوا يا جماعه نعمل افلام فيها رسالة مباشرة وواضحة وتربوية، ولو ما كانش الفيلم بيقول حاجة ما يبقى الفيلم يبقى فيه مشكلة. ايه رسالتك من الفيلم؟ انت عايز تقول للناس ايه؟ وكأنه لازم الصانع يبقى عنده حاجة بيعلمها للناس، او عنده حاجة عايز يقول للناس يعملوها. فده معيار تاني بقى تربوي، سيبك بقى من معيار الايديولوجي او الاخلاقي او بتاع، لا ده في معيار تربوي. الفيلم لازم يوجه لي رسالة، لازم يعني يقول لي اغسل ايديك قبل الاكل وبعده، وما تنامش غير لما تغسل سنانك، كأنه الفيلم بيعمل ده. والحقيقة ده ما بقاش بقى اللي هو ده نوع من الافلام موجود وتمام، وبرضه جوه الافلام البسيطة اللطيفة الموجهة لعامة الجمهور، ده شيء كويس، الجمهور العام يعني قصدي، ده شيء كويس ما عنديش مشاكل معاه، مهم لوجود الصناعة عشان الصناعة تستمر وكده. بس يبقى هو ده لازم الفيلم يبقى فيه الحاجات دي، والا ما يبقاش، يبقى بتعمله ليه اصلا؟ وكان لازم اعمل الفن لسبب جمعي، لازم اعمله عشان اقول للناس حاجه، وكاني انا كصانع افلام بقى معايا التصريح او معايا السلطه ان لازم اقول للناس حاجه، انا بفهم اكتر منكم وهقول لكم تعملوا حاجات او هنبهكم لحاجات، وده شيء مرعب برضه. انت ايه رايك في الصناعه انت كصانع وليك يعني حياة السوق ومشهور، انت رايك ايه في الصناعه وايه تطويرها وايه عيوبها؟ ما هو ده سؤال عام برضو، وفي الاخر يعني حتى اهو انا شخص بتكلم وبدافع عن الـ استقلال الصانع يعني فكريا، وان هو مفيش حاجه اسمها تحاسبه بمعايير غير فنيه وبتاع، وانه في افلام ده دورها وفي افلام ثانيه بتبقى خارج السياق وبتاع، لكن تجربتي انا كشخص، بما ان احنا عايزين نتكلم هنا عن السينما بشكل اغلب يعني، وانا تجربتي السينمائيه هي فيلمين، في الاخر فيلم قصير
وفيلم طويل، والفيلم الطويل كان جوه السوق بمعايير السوق بشكل السوق عادي، ودي تجربه لا اخجل منها. وانا عملت ده جوه سياقه عادي، جوه شكل الافلام اللي السوق طالبها. والفيلم اللي عملته كان خلافي جدا، وفي ناس قالوا لا ده اوحش حاجه شفناها في حياتنا، وناس قالوا والله لطيف جدا وحبيناه وشفناه اكتر من مره. والخلاف اللي داير حوالين اي فيلم بيتعمل، وده شيء من حق الجمهور. والفيلم القصير كنت فيه اكثر حريه، وقدرت اعبر عن افكار انا بشوفها بجد، وانا هم بيؤرقني بجد وتساؤلات عندي بجد، وكنت ما حر فيه تماما ولطيف، وخد انطباع لطيف والناس اتكلمت بره وبتاع، الحمد لله ما حدش قال ان هو بيسيء ولا ما بيسيءش. ربنا نجدنا. بس الحقيقه انه لا طبعا في ازمه، انه ما فيش مساحه لاي افكار غير متمشية مع شكل السوق، ومتمشية مع شكل الصناعة اللي بدأ اتقولبت عليه السينما من آخر 20 سنة مثلا أو أكتر. بقى في شكل محدد كده لنوع الأفلام اللي لازم تنجح ولازم تتعمل. والأفلام ولو كنا في وقت من الأوقات كده في النص الأولاني من ألفية، من بداية الألفية، من 2004 وخمسة وستة كده، مع بداية ظهور بقى السينما المستقلة، وإن يبقى في ناس بتشتغل بره التيار، وإن في ناس بتعمل أفلام وبتحاول تشوف لها مساحات عرض مختلفة وطرق تعبير مختلفة، وناس بقى شايفة سينما متنوعة وعارفة إنه مش بس المعيار الأمريكاني هو المعيار الوحيد في صناعة الأفلام الجيدة. فلما كان في وقت من الأوقات السينما المستقلة دي بتحاول تدور نفسها على مساحة كده متاخمة للسوق، حتى ما كانش فيه قدرة على إن هي تبقى في بدايتها يعني تبقى سينما بديلة بالمعنى الحرف، إن هي سينما موازية وضخمة وزيها زي التاني. هي كانت في الآخر بتعتمد في الأغلب على المجهودات الفردية، أو على التعاونات ما بين صناع الفيلم، أو على مصادر تمويل بسيطة، أو حتى أحيانا شراكات إنتاجية بين مجموعة جهات بتحاول تقوم فيلم واحد، أو البحث عن دعم بقى من الأماكن اللي بتمول الأفلام في العالم. طول الوقت كانت سكك كده كتير جدا، مقابل انه في سكه واحده تانية معروفه لصناعه فيلم سينمائي تجاري، وانك تروح للمنتج والمنتج يمول الفيلم باختلاف طرق التمويل بقى اللي كانت موجوده في الوقت دوت، سواء بياخد صرف التوزيع، او بياخد بيبيع الفيلم للقنوات وبياخد دفعه ينتج بيها، او ايا كانت بقى الطرق الموجوده ساعتها. فكان ده قوه اقتصاديه ماديه ضخمه ما بنقدرش كصناع سينما مستقلة نواجهها. فكان في الآخر اللي بيحصل إن إحنا بنعمل أفلام اللي إحنا بنحبها بالسينما اللي بنحبها بالطريقة اللي إحنا عايزينها، ومحاولات كتير حصلت كان فيها محاولات فيها جودة فنية ما مش بطالة خالص، ولكن فضلت كلها تجارب جمهورها محدود وعددها محدود، وفي الآخر تم تضييق الخناق عليها تماما، حتى ده ما بقاش متاح دلوقتي تعمله. أنت ما تقدرش تعمل أي فيلم لوحدك، انت لازم بشكل ما تبقى جوه دايره الانتاج المعروفه، سواء بقى الانتاج بالمعنى المادي يعني، او حتى عمليات ما قبل الانتاج اللي ليها دعوه بينه، تاخد تصاريح وتاخد ترقب افلامك والفيلم يعدي على الرقابه فانت طول الوقت ما تقدرش تعبر بحريه. وان كان ده في الاخر مش هو الفيصل يعني، مش هقول ان هو ده الفيصل، هي في الاخر انه ده طريقة لإنتاج الطريقة للشغل في البلد هنا، وما عندناش مشاكل معاه خالص، وهنتعامل معاه ونشوف طرق طول الوقت للوصول إلى صياغات يعني متوازنة نقدر بيها نحقق أفكارنا من غير ما نبقى بنعرض نفسنا لإنه الفيلم يترفض أو يقف أو. بس الحقيقة إنه الجزء المهم بقى في الموضوع اللي هو المنتج اللي يقدر يغامر ويعمل أنواع أفلام هي مش افلام لغرض الربح التجاري بس، ولكن فيها قيمه فنيه ما، ده ما بقاش موجود دلوقتي، وبقى في صعوبه جدا، عدد قليل جدا من المنتجين اللي بيعملوا كده، وبيعملوا كده مش بشكل الانتاج المعروف العادي اللي في السوق يعني متعارف عليه، لا ده هو بيحاول بقى يدور على مصادر دعم خارجيه من الناس اللي المؤسسات اللي بتهتم بالسينما، او المهرجانات، او المعاهد اللي بتدي دفعات او سوري اللي بتدي يعني منح لانتاج الافلام،
بيحاول بشكل ما يعمل فيلم لجمهور اخر و لاغراض اخرى بقى، مش اغراض تجاريه بس، ليها دعوه بالتمثيل الفني وبره في المحافل الدوليه، وليها دعوه من يعمل فيلم ليه جوده فنيه ما بتساعد ان هو يستمر في انتاج النوع دوت من الافلام وهكذا. طيب ده هامش ضيق جدا 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 مقارنه مثلا بالفتره اللي بنقول عليها من اسوأ فترات السينما المصريه، اللي هي فتره الثمانينات اللي كان بيقول عليها الاستاذ ان هي السينما كانت فيها خلقها ضيق. طيب الفتره دي من صناعه السينما فتره الثمانينات هي شهدت انفجار لما يسمى بسينما المقاولات، كان فيها افلام في غايه الرداءه فنيا على مستوى، يعني لو هنقيم الجوده الفنيه، ولكن الحقيقه انه كان في مثلا منتج من اهم منتجين الفتره دي زي ابراهيم شوقي سالم، كان بيعمل حاجه لطيفه جدا. الراجل ده كان بينتج مثلا 20 30 فيلم مقاولات مثلا، هو بينتج ب 25 ولا ب 27 فيلم مقاولات، وبيجي كده يعمل مثلا ايه 5 افلام كده على جنب كده، فيلم عاطف الطيب، فيلم محمد خان، فيلم مش عارف، افلام كده لمنتجين لمخرجين عندهم وجهة نظر، وافلام الفنيه فيها القيمه الفنيه اعلى من القيمه التجاريه. وبيجي الراجل بعد كده هو بيبيع الافلام المقاولات ديت في هيئه شرايط الفيديو اللي بيبيعها للخليج عموما، يعني بهذا كشكل اساسي وبيحقق ربحيته من هنا، وبيقول لهم والله انا عندي مثلا 4 افلام سعرهم كذا، طب انا هديكم 5 افلام بدل ما يبقى الاربعه ب 50 مثلا او الاربعه ب 40، لا انا هديكم 5 ب 43 ولا ب 42، فتبقى انت كده كسبان، خدت افلام اكتر ودفعت فلوس اقل لما تحسب نسبه الفيلم الواحد او حسبه الفيلم الواحد. فقدر يعمل ايه؟ قدر ينتج افلام مهمه لغايه النهارده احنا بنتكلم عليها ان هي من اهم انتاج الثمانينات، اهم انتاج السينما في الفتره الاخيره في اخر 40 سنه مثلا، افلام مهمه وبقت من الكلاسيكيات برضو و بان هو الراجل ما كانش عنده بس المعيار التجاري، هو كمان عارف انه محتاج يعمل حاجه في البيوجرافي بتاعه، في الموجرافي عنده، في سيره انتاجه الشخصيه فيها جانب فني جيد، وفي الاخر هي تجاريا بتحقق له مكسب برضه، سواء هو كان بيحسبها بقى بشكل ادبي وفني او بيحسبها بشكل تجاري، في الاخر هو قدر يحقق صناعه، قدر يحقق يمنح فرصه ما يعني لصناع يعملوا افلام جيده عايشه لغايه النهارده. افلام بقى مش هنفتكر منها حاجات الا ما نظر يعني، وقد في الاغلب نفتكرها عشان نتندر عليها ونضحك، او ذهب الطي النسيان، وفضلت الافلام المهمه اللي اتعملت من خلال المنظومه دي اللي كنا شايفينها منظومه فاسده. وعشان كده بنقول دايما الافلام اللي مش شايفينها فنيه، او الناس السينمائيين والسينيفيلز اللي شايفين ان في افلام تجاريه ووحشه وبتاع، هي مهمه يا جماعه، وهي مش وحشه ولا حاجه، هو موضوع ذوق وهي تسليه وهي لطيفه، وانا عن شخصيا بحب افلام جودتها الفنيه مش اعظم حاجه، بس هو مسلي بالنسبه لي، ده ما فيش اي مشاكل، بالعكس ده مهم عشان السينما كصناعه فيها جزء ليه دعوه براس المال وبالفلوس وبالتجاره وكده تستمر، تمام مفيش اي مشاكل، بس لازم يبقى في هامش افلام تانيه عشان يفضل الموضوع كواليتي برضو موجود، وده رأيي يعني. فده مش حاصل دلوقتي للاسف، مفيش غير النوع التاني بس اللي كمان بقى بيصرف عليه كتير جدا جدا، يعني افلام مقاولات في الاخر ما كانتش بتكلف، كان بيصور المخرج كان بيعمل 3 افلام في نفس الوقت في نفس العماره، وكان شيء يعني يلا هوب يعني بنعمل حاجه زي فيديوهات السوشيال ميديا اليومين دول كده بسرعه بسرعه، لكن دلوقتي لا، ده الفيلم بقى بيتكلف كتير جدا وهو فنيا ضعيف جدا، ومبقاش في بقى فرصه انه يبقى في هامش كده من الفلوس لافلام تانية فنيه بس الا فيما نظر، وزي ما قلت لك عن طريق طرق تانية يعني. فدي ازمه، دي ازمه دلوقتي ضخمه يعني. مرحبا ياسمين، مساء الخير ياسمين، تحب تنضم لنا و اهلا ياسمين. مساء الخير يا كامل، ازيك؟ الاخبار؟ هند اهلا بيكي. هو انا لسه مش عارفه بتتكلموا في ايه قوي، بس يعني طيب اديكي كده العنوان، قصدي هند مساء الخير. تمام. الروم ببساطه احنا عايزين بنتكلم عن اللي حصل مؤخرا من انه بقى في
بعض الناس مش هتتكلم عن موقف بعينه يعني، بس الجدل اللي بيحصل مؤخرا حوالين السينما وتقييم السينما، وانه يبقى في فيلم مسيء بقى للدولة، ولا فيلم بيحمل ايديولوجيات مش كويسة، وهو ده يبقى عنصر تقييمي للفيلم. فالحقيقة انه لو احنا اتكلمنا بقى بنفس اللغة، ففي افلام بتسيء لفن السينما بقى نفسه، لما تقول لي انه الفيلم التجاري او الفيلم اللي بيحقق شباك التذاكر هو ده المعيار الوحيد لانه يبقى فيلم كويس، او الفيلم اللي بيحمل رسائل مباشره وموجهه وتكاد تكون تعليميه هو ده السينما كويسه، لكن اي سينما تانية تبقى محمله بقى برسائل وعندها نظريه مؤامره وهي افلام عايزه تسيء للبلد و و و فكده احنا دخلنا في مشكله كبيره جدا ليها دعوه بانه اولا احنا بنقيم الافلام بشكل غير بعناصر غير فنيه، ده فن فانا اقيمه بفنيته لكن ما قيموش بعناصر من بره، دي حاجه. والحاجه التانيه انه ما بقاش في فرصه ومساحه لاي حد يعمل اي حاجه مختلفه، لانه دايما هيبقى الهجوم جاهز عليه. فدي وجهه نظري عموما في الموضوع، في انه الخطوره بقى انه الكلام ده جه مؤخرا من فنانين بقى جوه الصناعه، ففي فنان جوه الصناعه شايف انه لا، الصناعه ما تمشيش غير بالشكل المعلب الواضح التعليمي المباشر المعلب التجاري ده، غير كده يبقى فيلم وحش. فده شيء مخيف لحد زي ما بيشتغل في المهنه دي وبينتمي للسينما والفن وبتاع، انه ده يبقى راي الفنانين، ده شيء مخيف وخطير جدا. وعشان كده احنا بنتناقش بقى في وجهات نظرنا، طيب ايه المعيار اللي نحكم بيه على الافلام؟ هل المعيار التجاري او المعيار الاخلاقي او المعيار الايديولوجي او المعيار السياسي هو معيار ينفع نحكم بيه على الافلام ولا لا؟ وهل هو صالح للحكم على الافلام ولا لا؟ واتفضلي يا ياسمين. هو أنا طبعا مش متخصصة يعني في الأمور الفنية ويعني زيك مثلا، بس يعني بحاول أتعلم، بحاول أرجوك أفهم شوية. أرجوك اتفضلي. مهم طبعا رأيك، في الآخر كلنا رأينا مهم مش لدرجة أو بأخرى، فعشان كده بالعكس أنا يهمني أسمع رأيك تمام، يا بس أهل أكيد رأي المتخصص. المتخصص غير رأي المشاهد العادي. يعني هو أصلا يعني الفن بقى فن بجد في مصر، اللي هو نسبته قد إيه يعني عشان أقدر أقول إن فيه فيلم ولا مسلسل أو أي عمل يعني في فن حقيقي، في ناس بتمثل بجد، في شغل مبذول. يعني أنا بحس إنها نسبة قليلة قوي قوي قوي. وأنا عموما يعني أنا الجدل الحاصل آخر كام يوم بتاع فيلم ريش مسيطر على دماغي جدا، فمش قادرة إن أنا أشوف أي حاجة تانية إلا يعني أو أركز في أي موضوع تاني في مساحة السينما دي غير في موضوع الفيلم ده. أنا مشفتش الفيلم طبعا، بس الحالة اللي حاصلة عليه يعني شديدة القرف. يعني لما تلاقي فنانين بيميلوا، المفروض إن هما الناس دي نجوم يعني وناجحين وليهم أعمال والجو ده، ويطلعوا يميلوا قوي لنظرية المؤامرة إن في بيعرض حاجة حقيقية من مصر، فبالتالي ده بيسعى، هما شايفين ان ده تشويه بقى وان في مؤامرات خارجية وكلام عبيط قوي. يعني هو لو حد طفل هيضحك على الكلام الخايب اللي بيتقال ده. يعني وكأن مثلا ان الفقر او المستوى ده من المعيشة مش موجود في مصر. احنا عايشين يعني يا جماعة في ايه، احنا طول عمرنا بنتفرج على الافلام دي. وكان عندي مشكلة تانية، ما هو خالد يوسف مثلا لما بيجي يعمل أفلام، مع طبعا تحفظي الشديد على أفلامه وما بحبوش أصلا، بس ما هو بيعرض الطبقة دي على طول ومحدش يتكلم ليه ساعتها؟ يعني هل هم عشان الإنتاج مثلا المفروض عالي، ولا عشان اللي عاملين الفيلم نجوم فما حدش مثلا طلع قال انت خالد يا يوسف انت ممول من بره علشان تعرض حاجات مش حقيقية في مصر؟ لا، بيعرضها وبيعرض يعني زي ما بيقولوا كده، بيجيب من القعر يعني، بيعرض مساوئها وشكل تعاملاتهم وحياتهم ماشية ازاي. فهو ايه يعني، عشان الناس اللي عاملة العمل ده مثلا مش معروفين وناس حقيقيين، ناس من البنت اللي مثلت الفيلم واطنة مصرية عادية، لا هي مثلا دارسة في معهد السينما ولا متخصصة ولا أي حاجة، ملامحها مصرية عادية جدا، فمتعرضة طبعا للهجوم اللي انت شايفه ده. في بقى إشكالية تانية كمان، ان انا حاسة ان احنا بقينا طبقتين بس. طريقة التعالي على الفيلم وعلى اللي عملوه، وان اكيد شفت مثلا بوسي شلبي وهي بتتكلم وانتوا عمركم ما كنتوا تحلموا توصلوا للمكان ده، وحاجة
حاجة شديدة القذارة يعني، طبعا بدل ما انت تفخري مثلا بان في عمل زي ده طلع لبره وشاف النور والناس دي ندعمها ونحاول يعني، ولو حتى بوست على الفيسبوك او حتى ان احنا مجرد كلامنا ده، انت طلعت تنططي عليهم. ودي فكرة ناس مصريين كتير قوي، اللي هو ايه ده، ايه ده، انتوا هتيجوا تقعدوا وسطنا، ايه ده، دي ثقافة بقت موجودة، انتوا هتيجوا تعيشوا جنبنا، انتوا هتبقوا جيراننا، ايه ده، انتوا هتصيفوا معانا في نفس المصايف يعني، ثقافة كده يعني. حلو جدا، ده كلام مهم. يعني انت شايفه، ودي وجهه نظر مهمه جدا جدا واحب اقف عندها، انه الموقف اللي حصل مؤخرا وبدايه ان احنا اكتشفنا ان في ناس بتبص للسينما بتقييم طبقي، سواء بقى تجاه الفيلم او تجاه المشاركين في صناعه الفيلم، ده مؤشر اصلا لشكل المجتمع كله رايح ازاي، او المجتمع كله بقى شكله عامل ازاي. دي وجهه نظر بالظبط، مهمه. انا شايفاه بالظبط، انا شايفه ده معبر قوي 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 عن حياتنا يعني. واحنا وغصب عننا احنا ممكن بنتزحلق في المساحه دي، لو طبقه فوق متوسطه مثلا، هي كمان لا، لو هي عايشه وسط المجتمع ده ومختلطه بيه، وسواء في الشغل، في السكن، في النادي، في اي حاجه، لا إرادي بتلاقي نفسك ايه، ساعات بتتزحلق وتشوف وتبص بقى، ايه ده، انتوا هتسووا نفسكم بينا ولا ايه، الطبقة الأقل يعني. فلا، ده مؤشر واضح قوي للثقافة عند ناس كتير قوي 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 في مصر. فعشان كده بقول لك الفيلم والجدل اللي حصل حاليه عليه الأيام اللي فاتت، والموضوع ما وقفش عند الفيلم بس يعني، لا، أنا بقيت شايفة منه إن في مجتمع بيميل قوي لفكرة المزايدات، أسهل حاجة نظرية المؤامرة نفسنا طبعا جدا يعني. دي واضحة قوي، ان هو ايه ده يا جماعة، انتوا لسه واحد مخرج مبتدئ وواحدة جاية من البلد، هيبقوا هما زيهم زينا يعني؟ انت يا شريف يا منير مثلا، ما انت عامل فيلم الكيت كات مثلا يعني، بالظبط. انت كنت بكال فيلم بيتكلم عن طبقة فقيرة جدا جدا، محدش طلع قال عليك ساعتها انت متآمر ليه؟ انت دلوقتي انت متآمر وهبل يعني. يعني هو يعني كمان فكره انه، وده شيء مهم، يعني انه انت الـ بقى خلاص بقى، لو خدنا المعيار بتاعك ده او خدنا وجهه النظر اللي انت قلتيها دي، وجهه نظر مهمه جدا، انه بقى الصناع نفسهم طبقيين، او مش هقول الصناع، اللي بينتموا بشكل او باخر سواء المجال الاعلامي او المجال السينمائي او الفني عموما، بقى في قطاع منهم عنده طبقيه تجاه الطبقيه، اصلا بقت متاثره جواه، اللي هي اصلا صفه المفترض ان الفن بيحاربها اصلا، فبقى هو في بالظبط الجبهه التانيه، بالظبط الجبهه اللي المفروض ان الفن بيتعمل علشان الحاجات دي ما تبقاش موجوده عند الناس، لا ده هم بيؤكدوا على القيم دي. هو بيدعمها، بالظبط هو بيعززها، عايز وجودها بالظبط. يعني. فده وانا لا عاوز خالص، بالعكس معاكي انا مبسوط جدا جدا بوجهه النظر دي، وعايز اقول منها حاجه، انه فعلا ده بيخلي بقى الافلام اللي بتتعمل علشان تؤكد على القيم الطبقيه دي، او حتى تبقى مستتره جواها، زي ما كنا مثلا في فتره كده بنتكلم عن حقوق المراه، وانه فعلا في مشكله كبيره انه الافلام بتظهر دايما، الافلام بقى المينستريم بتاع لفتره طويله جدا كانت بتورينا انه المراه اصلا لازم تبقى خاضعه الجناح، ولازم تبقى مش عارف ايه، ده دي الصوره اللي بتتصدر جوه العمل الفني نفسه من الفنان، هو دي وجهه نظره عن بالظبط مع ازاي خدنا بالظبط وقت كتير جدا نقول لا، ودي مثلا من الحاجات اللي فيلم ريش بشكل واضح بيناقشها، يعني الى ان ينزل بقى في السينما ان شاء الله كده والناس تشوفه بتاع، انه بيتكلم ببساطه عن انه المراه قد ايه مقهوره مجتمعيا. وده نتخيل بقى ان ده لسه موضوع بنناقشه لغايه النهارده، لان دي حقيقه موجوده في المجتمع، فده شيء مش مسيء، ده شيء مسيء لينا ان احنا نبقى شايفين ان ده مسيء. لو انا شايف ان القضيه دي مسيئه ليا، فانا عندي مشكله اصلا، لانه اولا طبعا هو شخص لم يرى الفيلم حتى نهايته، هو ما يعرفش الفيلم بيتكلم عن ايه، هو شاف كادرين فتعبوه نفسيا فاتضايق، فالراجل لا بالظبط سلام، ما شافش اصلا، لا سلامت ان شاء ما الله. شافش اصلا الفيلم بيقول ايه اصلا، ودي مشكله تانيه بقى. هو انا بس قبل ما اقفل المايك يعني، عشان انا كنت سمعت حاجه الصبح ان الفيلم اتسرب، للأسف حصل. فانا الحقيقه كنت شيء يعني، لو في امكانيه ان انا اقول للناس، مش لازم على فكره نشوف النسخه المسربه يعني، لو الفيلم ده نزل السينما ده يستحق ان احنا نروح حقيقي، حتى لو ما عجبناش، وندعم ده حتى لو ما بالاحسن، عجبناش مش بالظبط مشكلة عادي، ما هو زي أي فيلم مش هيعجبنا بالظبط. يعني. هي أفلام السبكي مثلا كانت بتخاطب حاجة، ما احنا كنا بنروح ونشوفها في السينما برضه، فده يستحق الصراحة إن احنا ندفع تذكرة السينما ونروح نشوف، بدل ما نعتمد على النسخة المسربة ونستخسر بالظبط. يعني. شكرا شكرا يا ياسمين، والله كلام مهم جدا شكرا جدا. ليك. هندو باشا هندو، باشا، مساء الفل، ازيك يا هندو؟
قول لي يا ريس. مساء الفل عليك. خليني كده يعني أقول أول فكرة من الآخر، فكرة إن إحنا حاصل الجدل ده خصوصا على مش بيحصل، حصل كتير على مدار السنين في أفلام تانية، هي فكرة دفن راسنا في الكرنال. ده البيز اللي واقفة عليها، يعني خليني كده أقول التشنج اللي بيحصل بعض الناس سواء في المجال الفني او نقاد فنيين او ناس متابعين فيه، ان هو فكره ان احنا نحاول ندفن راسنا في الرمال، بدليل ان تراجع ناس كثيره عن نفس الموقف اللي خده شريف منير، من ضمنهم من الفنانين اللي خرجوا معاه. ومبادره الحياه الكريمه اصلا طلعت قالت ان مش فيلم هو اللي هيديه، الفيلم بيعرض واقع وان ده المفروض. ويعني لو في الاخر يعني هو ده مش هينفع ناخد ده بمعزل عن حاجات كتيره احنا بنتشنج لما او بنتنرفز كده عندنا في المجتمع لما في حاجات نوعا ما بنشوفها صادمه بتطرح لنا الحقيقه احنا مش عايزين نشوف الحاجه. وده المفترض من السينما او الصحافه او الميديا او اي فن من الفنون، المفروض ان هو دي مهمته، ان هو مرآة المجتمع او ان هو بيعرض لك الحياة مبسطة. كان في حاجة كده يعني اسمها كده، انا خلفيتي لها علاقة بالصحافة والميديا، ان الصحافة المفروض ان هي على آثار السلطة والاعلام على آثار السلطة، بالظبط. فبالتأكيد الفن مش على يمينه خصوصا السينما بس. وهنلاقي ان الأفلام اللي اتكلمت عن الفقر عامة في مصر أو عن الحاجات دي، هنلاقي مثلا لو مسكنا عبده موتة، لو مسكنا أي أفلام من المشابهة ليه، هنلاقي إن هي اتنسيت. لكن لو مسكنا دكان شحاتة، مسكنا باب الحديد، مسكنا ريش، مسكنا أي فيلم من الأفلام دي، حتى لو عندنا اعتراضات عليها، هي فيلم أفلام نوعا ما كانت معمولة بصوت، هي دي اللي بتأثر وهي دي اللي بتأثر. خليني كده افتكر كده حاجه كان حد كتبها عن فيلم طيور الظلام، لما اتعمل تم افتعال عليه ازمه ان هو بيسيء لمهنه المحامي. فحيثيات الحكم رفض الدعوه، القاضي قال حاجه مهمه قوي، قال فكره ان مش فيلم هو اللي هيسيء للمهنه، وفي نفس الوقت هو الفيلم ده أرض واقع ونماذج ربما تكون موجوده فيه. طبعا طبعا طبعا، كلام مهم. أنا شايف في الأول وفي الآخر إن إحنا والله يعني هي زي ما حد كده قال، هي أذواق. والله مش عاجبك تمام، عاجبك تمام مش عاجبك أنت هتنتقده فنيا أو كمشاهد عادي حتى، لكن ما تقوليش إن هو بيسيء للدولة أو تدي الموضوع أكبر من حجمه، لأن أنت كده اللي بتقلل من الحاجة اللي بيقول إن هو بيسيء ليها، مش بتقلل، أنت اللي بتقلل من هو، انت اللي بتخليها حاجه صغيره قوي لدرجه ممكن فيلم يهزها. بالظبط. من ضمن 4000 فيلم او اكتر اتعمل في مصر، مش هو ده اللي هيهزها. بالظبط، كلام عظيم جدا. طبعا طبعا، كلام يعني انا موافق عليه تماما. وفكره انه اللي بيعيش في الاخر هو الفيلم اللي بيكتسب جودته مع الوقت، زي كده فكره الاحجار الكريمه اللي بتاخد وقت علشان تتحول الى شيء ثمنه اغلى. فالافلام الجيده اللي مش معموله لغرض الاستهلاكي، وهرجع تاني اكد على اني لا انفي اهميه الافلام الاستهلاكيه، بس الافلام اللي هتعيش كاعمال فنيه مؤثره مجتمعيا ومؤثره في الوجدان وفي الذوق وفي تشكيل الذوق و هي الافلام اللي بتعيش، اللي بتاخد قيمتها مع الوقت، اللي كل ما عدى عليها وقت اكتر قيمتها بتزداد، وبيبان قد ايه هي افلام صادقه في المقام الاول ومعموله للتعبير عن افكار صناعها، مش لمغازله المشاعر الاوليه عند الجمهور او تحقيق ربح مادي. ميرسي جدا يا هند، ده كلام مهم جدا. أستاذ خالد، اتفضل لو تحب تشاركنا. انا سمعت كذا كلمه. اولا موضوع الافلام المسيئه سمعه السينما، ما فيش حاجه اسمها كده، يعني مش يعني انا بدخل في لوب كده بهنج الافلام، بدل افلام جزء من السينما تسيء لسمعه السينما كلها، ماشي اعمل فيلم يحسن السمعه، مش فاهم، مش يعني يعني برضه كل الالفاظ بتاعه تسيء للسمعه دي، سواء سمعه مصر، سمعه السينما، سمعه المجتمع، سمعه الناس، سمعه الحاره، كل الكلام ده يا جماعه
قايمه نابعه من الفشايا المجتمعيه، سواء الفشايا المجتمعيه او المجتمع اصلا عايز الفشايا النظام، فاهم؟ الفشايا الوطنيه، الفشايا الدينيه، يعني هي فشايا مجتمعيه ايا كان تطلع في شكل ايه، اللي هو ايه، انت مختلف، انت مش، بلاش مختلف، انت مش عاجبني اسكت، بالظبط. انا عايزك تبقى زي الصوره اللي انا عايزها تبقى موجوده. ايوه حضرتك، ايه تو سي دي؟ يعني ايه تو سي؟ هو مين اللي قال لي يو سي؟ يعني مين اللي بيقول ايه يو مين سي حط وايه معيار يو سي؟ الإساءة؟ بالظبط. بالظبط يعني. ف انا زيك يا تامر، يعني انت تامر، احنا قاعدين في الكوميونتي كده، احنا سبعه، يعني انا زي ياسمين، لما ياسمين تقول كلمتين في روم هنا وانا اقول كلمتين في روم هنا، ما ينفعش تقول ده خالد بيسيء ياسمين، ما ينفعش تقول خالد يسيء لسمعه الروم. حبيبتي، هو ايه الفرق ما بينك وما بيني في سمعه الروم دي؟ انا مال انا؟ انت يعني اللي هو انا واحد من ضمن سته من الشعب، قلت حاجه شايفه ان هو يسيء، ما تقوليش بقى ده يسيء ولا لا، قولي حاجتك انت اللي تحسن كويس. ده اول حاجه. تاني حاجه، انا تخيلي عن الفن، مفيش حاجه اسمها دول الفن، دول الفن دي اوريدي استعباط على الله. الفن. هو ممكن واحد يبقى شايف هو نفسه له دور كفنان، ده هو نفسه، هو اللي قرر ايه دوره، انما ما ينفعش تقول لا دول الفن كذا لازم يقدم حاجه، يعني دروس مستفاده والكلام اللي هو ايه ده، برضه جاي من الفشايه المجتمعيه، التخلف اللي احنا يعني بنتغذاه واحنا صغيرين كده، كويس؟ انما انت يبقى لك دور، تقرر لك دور، حقك يا حبيبي. انت يعني لما تقول مثلا، يعني دور الكوره، دور لعيبه الكوره، دور لعيب الكوره ان هي تلعب كوره يا حبيبي، ده دور. محمد صلاح بقى يطلع في 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 ايفنت عن الانفايرمنت، ده يعني ايه ادد فاليو حبيبي، انت تختارها. انا عايز اعمل الكلام ده، مش عايز اعمل الكلام ده والعب كوره، حقك برضه. ما ينفعش تقول فين الدور بتاع محمد صلاح كواحد من المشاهير يا حبيبي، يعني هو ملوش دور، هو ملوش دور في حياتك، كل واحد له دوره، كويس؟ هو دوره انه يلعب كوره، انت دورك ان انت بتقدم فن، ده مش دور حتى، مش مجبر عليه، انت بكده كده بتقدم فن. طب حلو قوي، الفن ده ايه؟ امتى يبقى فن كويس وانه وحش؟ ان هو يبقى صادق، بتعبر عن الفن، هو تعبير عن الفنان، التعبير ده بيبقى شكله حلو تو اتراكت، يعني من ناحيه بقى الكوت ان كوت فنيه او تكنيكال او كده، علشان تعرف توصل التعبير ده، ده التول. انما امتى يبقى فن حلو؟ امتى يبقى تقول ده فن وده مش فن؟ الصادق. فانا ازعم ان مع ان انا ما بحبش، يعني موست حاجات قليله قوي اللي بحبها في اغاني المهرجانات، بس ازعم ان اغاني المهرجانات صادقة طبعا. صادقة أكتر من اللي بيغني اخترناه، أنت فاهم؟ بالظبط ده يعني هو ده اللي مش فن، هو ده اللي مش فن، يعني إن ده تول. ممكن يبقى لحنها حلو، ممكن يبقى كلامها، يعني مش كلامها، بلاش كلامها، كلامها بيعمل أغنية وبيعمل شعر والكلام اللطيف ده، ولكن ده فن؟ لا ده مش فن يا حبيبي، ده واحد، ده مش فنان، ده واحد صنايعي بالظبط، كويس، ويستعمل عناصر فنيه بيجيد استخدامها ل حلو، ده منتج صنايعي. تاني غير فني. فكره انه المهرجانات ده مثال مهم جدا، علشان اثير بقى النقطه التاليه. طيب هل الفن الصادق هو، وطبعا انا عارف ان الاسئله دي هي اسئله عبثيه وعامه جدا، ولكن خلينا نطرحها كده من قبيل النقاش، هو الفن اللي بيعبر عن المجتمع، ولا الفن اللي متسق مع شكل المجتمع، اللي نابع من المجتمع، طالع من بيتكلم بلغة المجتمع، باللغة العامة، ويعني كان هنا على الشكل اللي فيه التزام فن، التزام بمعنى التزام اجتماعي يعني. هل بقى الفن اللي بيعبر عن المجتمع هو الفن الصادق، ولا الفن اللي بيتكلم بلسان المجتمع هو الفن الصادق؟ يعني خلينا بس ناخد هذه المسألة العبثية. نيذر بالظبط. نيذر تمام. ولا ده ولا ده. الفن الصادق هو اللي بيعبر عن الفنان، هو التعبير عن الفنان، عن رؤية سواء رؤية الفنان عن المجتمع أو رؤية الفنان عن ما يعاكس المجتمع، عشان أنا عايز أوصل فكرة جديدة، أو فكرة عايز أنقدها، فكرة عايز أحسنها، فكرة عايز أعملها وخلاص يا جماعة، مش لازم كلمة هادف دي شكرا برضه تحميل شكرا للفن. شكرا 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 بالظبط بالظبط شكرا شكرا لا انا بشكرك على اجابتك، لانه هو ده بالظبط اللي احنا بينبح صوتنا فيه ليلا ونهارا، انه الفن ذاتي،
ذاتي بمعزل عن اي شوفينيه وبمعزل عن اي ايديولوجيه. الفن لازم يبقى ذاتي وبيعبر عن صانعه هو في المقام الاول، لانه في الاخر ده اللي بيقابل صدى وقدره على التاويلات المختلفه عند المتلقي. لما اعمل حاجه بتعبر عني انا، ذاتيتي انا بشكل صادق تماما وبشكل متسق معايا انا ومع قناعاتي انا، اللي ممكن اغيرها بعدين حتى مش مشكله، لكن في اللحظه الانيه الراهنه انا بعبر عن وجهه نظري انا وعن همومي انا كصانع، هو ده اللي بيخلي قطاع اعرض من الناس يستقبله بشكل او باخر ويؤوله حتى بطرق مختلفه قد تكون متناقضه احيانا. وهو ده اللي بيخلق مع الوقت تغير في الذوق وتغير في الافكار، وبيشجع وبيحرض التفكير وبيحرض المشاعر و وروره. اتفضلي. مبدئيا لازم نتفق على ان الفنون بشكل عام لا يجب ان تخضع الى كونها مسيئه او غير مسيئه. هي بالنهاية شيء لازم نشاهده نستمتع فيه، يطرح مشكلة ممكن، لكن مو مسؤوليته إنه يحل، ولا يجب تصنيفه إذا كان مسيء أو غير مسيء. أوكي. يعني أنا بصراحة استغربت الضجة اللي صارت في الميش، أنا بصراحة ما شفتها، لكن استغربت الهجوم الكبير عليه، وخصوصا إنه كان من فنانين، يعني يفترض إنهم فنانين. فيلم بسيط يجب الإشادة فيه، أنا بصراحة اللي أشوفه يجب الإشادة فيه، وبالممثلين اللي أدوا الأدوار الشخصيات كونهم يعني ناس عاديين شبهنا، شبهي وشبه ناس وايد، مو أكاديميين ولا ماخذين ورش تمثيل ولا لهم يعني أفلام سابقة مثلا، فاستغربت بصراحة الهجوم عليه. هو الفن مسؤوليته أنه يعني حتى سوري ما يجب أنه يقول مسؤوليته، من نهاية هو يطرح مشكلة معينة، فكرة معينة، تصور معين، فانتازي واقعي ممكن خيالي شوي، بس انه يكون تجريم او انه مسيء لا، يعني شيء وايد طبعا شيء وايد خاطئ انه نصنف على هذا. طبعا حقيقي جدا. طيب انا مهتم اعرف بقى، بما انه حضرتك واضح من لهجه حضرتك انك مش مصريه، ولكن بشكل ما يعني وصل لك محادث يعني من ضوضاء حوالين فيلم ريش. طيب انا احب اسمع تقييمك بقى لي كمشاهده من خارج القطر المصري عن الافلام اللي بتعبر عن المجتمع المصري، وعن استقبالك بقى لي لو انت متابعه يعني للافلام المصريه الفتره الاخرانيه. هل في افلام بعينها بتشوفي ان هي جيده ورغم ان هي موجوده وافلام تجاريه وبتاع، لكن بتناقش حاجات كويسه وده افلام جيده وبتاع، وقد تكون في وقت من الاوقات معرضه للتهمه بتاعه تهمه الاساءه دي لكن ما حصلش حاجه مثلا، فانا احب اسمع رايك عن لو انت متابعه المشهد السينمائي المصري مؤخرا، يعني عن رايك في الافلام المصريه. احنا طبعا تربينا على اشياء وايد مصريه ان نشوفها، مسلسلات او افلام، مو بس احنا كخليج، العرب بشكل عام، يعني الدراما المصريه او السينما المصريه دشت كل بيوت العرب تقريبا. اوكي. بالنسبه لي مثلا الافلام المصريه بالفتره الاخيره فيها افلام جيده، فيها افلام قدمت طرحت افكار، ناقشت مواضيع ممكن تكون جريئه او حساسه، لكن هذا يرجع لذوق كل شخص، يعني ما تقدر تحجر على احد او يعني تقلل من قيمته كونه فضل فيلم معين او شيء. لكن في بصراحه انا ما تجذبني نوعيه افلام انتشرت خلال 10 سنين اللي فاتت، لكن شفت بعض آخر مثل كان فيلم يناقش أسماء أسماء فيلم أسماء فيلم مميز، طرح جريء، نعم يرجع في السينما. في المقابل أكيد كان في أفلام ممكن غير جيدة بالنسبة لي، ممكن في ناس يفضلونها، لكن أنا بصراحة في أفلام معينة ما أفضل لي أشوفها. ده كلام طبعا مهم حوالين إنه الفيلم اللي بيثير قضايا غير معتاد النقاش عليها في الافلام بيبدا يكتسب جديه ما من كونه فيلم خرج بره المالوف، ولازم يقول حاجه وحابب يقول حاجه جديده، والفكره انه لازم طول الوقت حتى لو القصه مستهلكه وقصه سمعناها 100 مره وبتاع هي تحمل شيء جديد، وهو دي حلاوه الخيال وعبقريه الفن وبتاع، انه تقدر تقول ما قيل مئات المرات، تقدر تقوله بشكل مختلف وتحط فيه وجهه نظر مختلفه. بص، هو سعد لما شفت الناس اللي هي بتنتقد الفيلم ده يعني هو حاجة مضحكة، بس أنا يعني ضرب في دماغي كده المشهد بتاع الله يرحمه خالد صالح ولما كان
بيتكلم يقول اللي ملوش خير في حاتم ملوش خير مصر. في مصر. طبعا الفيلم مسيء جدا يا جماعة، يعني احنا لازم نحترف بالواقع، يعني الفيلم فعلا مسيء، مسيء بس مش مسيء لمصر، مسيء لطبقة الفنانين اللي عندنا، خلينا نكون واقعيين، الفنانين اللي مالين الدنيا صراخ وعويل وميديا بدل وفساتين بالمليارات بملايين الدولارات ويعني انا مش متخيل مثلا لو كان فيلم مثلا لشريف منير ده كان اخد الجائزة دي اللي اخدها الفيلم ده، كانت الدنيا قامت ما قعدتش وكان سمعنا صراخ الدنيا كلها. بس واضح طبعا ان الفيلم دوت قال لهم انتوا ببدلكوا بكل الصخب اللي انتوا عاملينه على الوضع على الساحة الإعلامية في مصر، مش ما قدرتوش تقدموا حاجة العالم يعترف بيها ويديها جايزة زي جايزة مهرجان كان. فلما يطلع هو من الفيلم من نصه عشان وبدل ما يقول ان احنا اتعرينا واتكشفنا وان احنا ما بنقدمش حاجة، فلازم يعمل ايه، يعني يقول ايه الفيلم بيسيء لمصر، لأنه هو شايف نفسه ان الاساءة ليه فهو تعتبر الاساءة لمصر. الفيلم على فكرة لو احنا بصينا بالمقياس كده على كل افلام في كل دول العالم، الافلام بتنتقد اوضاع فقر، وشفنا افلام هندي وصيني، وشفنا حتى سكويد جيم دوت لو انت بصيت عليه ان الناس ممكن في كوريا تخش في جيم عشان وممكن تموت فيه عشان خاطر تهرب من الفقر او الحاله الصعبه اللي هي فيها، خلاص دي اهانه الكوري، ما حدش بيبص على كده. هي من الاول وفي الاخر مساله غيره فنانين وغيره من ان هو ممكن واحد يقضي حياته كلها ما يقدرش يوصل للجائزه دي ولا يعمل له اي اسم، وشويه ناس مغمورين بمخرج لسه طالع قدر يوصل ان هو يحط رجله ويبقى ليه مكان. هي مسألة غيرة وهي إساءة لسمعة الفنانين بس في مصر بالتصريحات اللي عملوها بعد الفيلم. شكرا. شكرا جدا يا استاذ ايهاب. خلينا ناخد بس من كلام استاذ ايهاب انه هو الغيره انا اعتبرها يعني ربما تكون محرك فعلا من المحركات، بس ربما يكون محرك بشكل غير واعي، بمعنى ودي وجهه نظري يعني. يعني كان في جمله مهمه جدا قالها في المداخله التاريخيه مع الاستاذ عمرو اديب لما قال له ان الفيلم لا فيه ابهار ولا فيه مش عارف ايه وبتاع ولا فيه ستيدي كام. فالفكره انه في معايير كده عند بعض كده المنتسبين للصناعه انه الابهار والتعبير السينمائي وبتاع هو ما فيش طبعا مفهوم اللغه السينمائيه وما فيش مفهوم اتساق الصوره دراميا مع القصه المحكيه والحكي عن طريق الصوره، ودي مصطلحات يعني متخصصه جدا هم ما لهمش دعوه بيها من قريب او من بعيد. هو بيتكلم عن الابهار بالنسبه له عربيات بتطير ولا ستيدي بيتحرك ولا حركه كاميرا غريبه ولا فجزء من الموضوع انه في فيلم بهذه هو بالنسبه له بهذا الفقر وبهذه بهذا الفقر البصري والتعبير الركيك من وجهه نظره اللي مش شايف في حاجه يعني حصلت. انا ما اعرفش برضه هو استشف ده ازاي من اول 3 4 دقائق في الفيلم اللي هو مشي بعدهم يعني. ده جزء. والجزء الثاني انه الفيلم ده تم الاحتفاء به دوليا في محافل ليها معايير خاصه جدا في تقييم الافلام، معايير فنيه في المقام الاول. فهو كمان بيحركه كده جزء من انه لا ده لما يبقى ده اللي بيتم الاحتفاء بيه بره وانا شايفه بشكل شخصي بقى ذاتي فيلم وحش، يبقى ده فيه مشكله كده، يبقى ده اتكرم لاسباب اخرى. فهو مش بس الغيره بمعناها المجرد كمان اللي هو او الواعي كمان، انا متضايق من ده فانا هعمل الحركه دي عشان انا نفس منهم. الغيره اسبكت موجود طبعا، ولكن اعتقد ان هو في الخلفيه شويه، هو بيحرك كده بشكل لا واعي اللي بيحصل، يمكن هو نفسه مش واعي للغيره دي او ربما يكون واعي. ده يعني انا بفترض الافتراضين بس بقول وجهه نظري في الموضوع. استاذ وحيد اتفضل. مساء الفل عليك يا صباح الفل حبيبي. انا بس كنت عايز اخد رايك في الفيلم الجديد اللي هو الاخير دوت. انا بصراحه انا عايش بره يعني فاهم، وبرضه مش عارف اتفرج على الفيلم، فبما انك انت راجل فنان وفي الوسط الفني فحابب ان انا اسمع رايك في الفيلم دوت، وليه الممثلين المصريين بيتعاملوا مع الفيلم ده بطريقه مش يعني هم يعني مصدومين ان هو الممثلين مش مشهورين. بعدين انا سمعت ان هو خد جايزه كان،
وسامع كده الله اعلم ان هم بيحاولوا يمنعوه من الوصول للاوسكار، فانا عايز رأي حضرتك بما انك في يعني في المطبخ الفني، وانا بره عايش بصراحة بره، يعني مش انا ما بفرجش على افلام مصري مثلا من 10 سنين. لا طبعا الفيلم، لانه انا في الاخر برضو انا مش انا عايز اكون محايد برضو، مش عايز اقول الكلام كده، لانه في الاخر انا اللي كاتب الفيلم ومخرج الفيلم هم اصدقاء. بس هو النوع ده من السينما واصل لمنطقة كده من التطور ما بتحصلش هنا، وهنا سواء الصناع او الجمهور اغلبهم واخدين على شكل مقاول بكامل الحاجات، مع الوقت ترسخت قناعه ان هو ده الشكل المظبوط، والحاجات التانيه هي تجارب هواه، زي ما برضه فنانه قالت كده، هو شيء تجريدي بوهيمي مش فيلم يعني قوي، او حد قال لك ده فيلم روائي تسجيلي قصير، والالفاظ اللي عبرت عن مدى ضحاله الوعي السينمائي، يعني هم حتى مش عارفين المهنه اللي بيشتغلوها ديت عناصرها ايه. بس انا برضه في الاخر مش عايز اعمم واقول كل الفنانين، لانه الحقيقه في المقابل لما طلعت الاصوات دي طلعت اصوات كتير من فنانين كتير، سواء بقى من المين ستريم التيار السائد، او من الفنانين اللي بيعملوا تجارب بره نطاق الافلام التجاريه، كله كان بيؤيد وشايف انه لا مفيش حجر على التعبير، ومفيش حاجه اسمها فيلم مسيء، ومفيش حاجه اسمها اصلا ان ذوق الشخص يبقى معيار للحكم المطلق على اي فيلم. طيب انا عايزه يعني، عشان احنا عمالين نتطرق ايه اللي مختلف عن الفيلم ده اللي خلى حالة الهيجان اللي ابتدت بشريف منير، وبعدين بعض الاخرين اللي ابتدوا يلموا نفسهم عشان الضغط على شريف منير بعد كده. خلينا برضه نفرق بين الفنانين والصناعية، برضه في الاخر في فرق بين واحد بيقدم فن وواحد صناعي. فيعني معظم الناس اللي احنا بنتكلم عليهم دول صناعية، مش فن، صناعية كويسين دونت جيت مي رونج، بس مش فنانين. طيب وبعدين اعتقد ان انت بتلف وتدور حوالين الكونسبت اوف بي موفي. يعني البي موفي ده مش مفهوم للناس اللي ما شافتش بي موفيز، او ما بتفهمش في بي موفيز، او ما تفهمش يعني ايه بي حقيقي موفي، او يعني شايفه ان البي موفي ده اقل من السينما التجاريه. حتى لو انت بتتفرج على فيلم امريكاني وعلى فيلم افلام الامريكانيه، في هوليوود وفي بي موفيز، وفي بي موفيز بتقدر ان هي توصل للليفل اوف بوبولاريتي بتاع هوليوود. زي يعني كان في ايه فيلم اللي هو عن الاشباح، ومش الاشباح ده يعني مش فاكر، افتكر بتاع التاون، لا في فيلم كده كان من حرفيا من 20 سنه برضه، كان بي موفي كده ببادجت قليله، عايز بروجكت افتكر. ايوه انت جيت لي كده فجأة فجأة الافلام وقعت، اسمه بلير بروجكت. انا رحت المدينه، رحت التاون دي، التاون دي عباره عن اصلا شارعين يعني حرفيا يعني انترسكشن يعني. المهم بلير ويتش، بلير بروجكت ويتش بروجكت، بالظبط. اني واي بلير ويتش بروجكت از بي موفي، بس وصل للمرحله دي، فاهم؟ وصل للبوبيلاريتي، لسبب طلع مهم فوق. على فكره، انا اسف اقطع كلامك، بس ده نقاش مهم جدا، لانه قدر يعبر عن نفس الكونسبت بتاع الافلام البي موفي بشكل بصري مختلف وبطريقه حكي جديده. فيلم زي بارانورمال اكتيفيتي بيعبر عن نفس النوع اللي انت عايزه، بالظبط. النوع هو بطريقه جديده خالص، نوفي جديده بصريا، فريش وطازه وجديده. الفيلم بيجسد يعني من التريلر اللي انا شفته، هو بيصور لك حاجة بشكل واقعي فج. احنا متعودين على السينما، اللي لما تصور حارة فقيرة، ولا الناس بتتكلم صعيدي، ولا الصعيد، ولا مش النوبة، ما بتصورش النوبة حد يعني، لا، ولا الفلاحين ولا بتاع، احنا وي دونت، احنا هنا ارت داز نوت ايميتيت لايف، هو اصلا ارت ايميتيتس ارت. يعني هو احنا بنعمل، لما تحب تعمل حضرتك، مش حضرتك طبعا يعني، بس حضرتك لما تحب، لما المخرج يحب يجيب الصعيد، بيجيب الافلام اللي بتتكلم عن الصعيد ويقلدها، مش بيروح يقلد الصعيد. فالفكره ان ده عمل ده، راح كتف ذا ميدل مان اللي هو اصلا مش المفروض يبقى ميدل مان، وصور لك. يعني انا من التريلر شايف صوره وكوت ان كود ديكور ريديكولسلي ريل، اللي هو انت حاسس بالطراف في وشك. مش يعني طبعا، مع كل احترامي وتبجيلي لفيلم كيت كات، انا من الافلام يعني من الافلام اللي احبها جدا جدا جدا، وهو كيت كات وطيور الظلام انا شايفهم في الحقبه دي احسن فيلمين يعني. anyway، مع كل احترامي تبجيلي لفيلم كيت كات، برضه كان فيه الحته انا رايح للاستسهال للكوميرشال، الجماليات الناس متعوده الجماليات تشوفه. ال ال ال
فهي يعني يعني حتى انا من ساعه اللقطه الكلمه بتاعت قصه ولا مناظر دي، وانا بستعمل كلمه قصه ولا مناظر علشان اتكلم على الفرق ما بين البي موفي والموفي الشعبي، مش الشعبي قصدي يعني البوبيلر، يعني اللي هو الجماهير، مش الجماهير او المادي او الكوميرشال، ان ده لازم يبقى فيه مناظر واكشن وبتاع. وهنا بقى هاجي لك في حاجه يعني معلش استاذنك فيها، يعني ان هي يعني بتضرب في شويه مش ثوابت، يعني هدافع عن حد غلط في الليله دي. يعني اسمع ليه رايح جاي في رايي، وبقول له رايي ده من 15 سنه، نقطه محوريه في تاريخ السينما طبعا المصرية. بلا شك ان ايوه يعني هو، فالناس تقول له لا كان في افلام قبليه هايله. ايوه حبيبي انا عارف ده فيلم هايف، ما احنا عارفين والله. الفكره ان هو قدر ان هو يعمل بي موفي، بغض النظر ما هو بي موفي ده مش لازم يبقى تحفه فنيه من غير انتاج، لا هو ممكن يبقى بي موفي يعني طريقه في الكوميديا مختلفه، او من غير نجوم مش عارف ايه، برضه بي موفي. يعني هو قدر ينقل يعمل بلاي ويتش بروجكت بس من ناحيه تانية. كويس، ده خلى ده فتح المجال، لان فعلا المجال كان مخنوق وبتنيل بالسنيله، واحنا عارفين يعني اللي هو انت السينما المصريه في اواخر في وقت لما جه اسمع عليه راح جاي ما كانش في سينما مصريه، كان الموضوع انتهى، كان اتقفل بالضبط المفتاح. في جيل اللي هو جيل اللي كان نجوم في السبعينات، خنق قتل الجيل اللي بعديه علشان هو محتكر، وقعد سبعينات وثمانينات لحد اوائل التسعينات بيعمل دور الشاب، قعد 30 سنه بيعمل دور الشاب. كويس، المفارقه بقى ان الجيل اللي اتخنق ده جيل مين؟ شريف منير. انت فاهم قصدي؟ ففي مفارقات بنت كلب في الليله يعني. هو كومبينيشن اوف غيره مع فكره اصلا ان انت تبقى عايز تبقى سنتر اوف اتنشن، لما سنتر اوف اتنشن يتاخد منك. الحاجه الثانيه برضو يا جماعه، بوسي شلبي انا في رايي الشخصي ان هي مش قصده اهانه، هي الفكره ان هي متخلفه لدرجه ان فاكره ان دي مش اهانه. يا جماعه احنا في واقع بكابورت، يعني واقع الناس دي منفصله عن الفكر. انت فاهم؟ الناس دي جاهله. يعني المشكله ان الناس اللي احنا متخيلين، او بعض الناس متخيلين ان هم فنانين فمثقفين فعاقلين ففاهمين فبيروحوا بره ويفهموا بره وبتاع، يعني بقول لك بوسي شلبي ما قالتش كده عشان تهينهم، هي فاكره ان هي بتطبطب عليهم وحاجه حلوه وبتاع وبتحتفي بيهم. هو الفكره ان هي مش معنى ان هي يعني حاطه دهنه وشها ميك اب وبتطلع في الوسط السينمائي يعني كده ان هي مثقفه ولا عندها اي عقل بتنشلل. يا جدعان احنا في بكابورت، يعني الاكسلنسات بتوعنا اكسلنسات فالصو. انت فاهم قصدي؟ مش اكسلنس، احنا بس معتبرين يعني الناس الاكسلنسات اللي عندنا ما فاضلش منهم يعني ايه اتنين تلاته. يعني الطقم بتاع في جيل كده بيقولوا كلام مختلف تماما عن الجيل الحالي. انا مش عايز اتفرع، بس انا ممكن يعني انا جوايا كتير حاسس والله بنبره. يعني انا بقول انا يعني من سنتين ثلاثه كده كنت بقول دايما اللي هو ايه، لاحمد السقا والامير كرارة اللي فاكرين نفسهم صيع. يا حبيبي انتوا جيلكوا كله كده على بعضه بصياعته اللي عامل نفسه صايع ده، ما يجيش ليله من بتوع رشدي اباظه واحمد رمزي وعمر الشريف يا جدعان، ليله ساعتين في سهره. انت فاهم؟ انت في موقف كده الاثنين احمد رمزي واحمد السقا في مواقف مختلفه تماما اتسالوا نفس السؤال. السؤال لاحمد السقا، تعمل ايه لو واحده، لو انت في واحده عجباك وانت مش عاجبها او ما رفض يعني مش عايز، ازاي واحده ما تعوزنيش وازاي عارف اللي هو انا جامد فشخ انا بتاع ومش عارف ايه، اوكي اللي هو بيهوهو ما بيعضش. يعني احمد رمزي اللي هو اصلا ما فهمش السؤال، ايوه اعمل ايه يعني واحده مش عايزاني، يعني اعمل ايه يعني ازاي وما تعوزك يا حبيبي عادي يعني حبيبتي عادي يعني مفيش حاجه، يعني اللي هو مين فيهم الراجل يا بتوع التستوستيرون يا اللي التستوستيرون طالع على وشكم اللي هو مراهقين يا جدعان، ما يعدوش 15 سنه، احمد السقا ولا اميكا ولا بتاع يعني ما يعدوش 15 سنه. عشان كده تلاقي فيلم زي تيمور وشفيقه طلع بعد 40 ولا 50 سنه بعد ما قضي بضيع عام، الكونكلوجن بتاعه ان حته فصل العشرة منه بشيلن ظابط حراسات اهم من وزيره معاها دكتوراه واستاذه بيئه وهتغير البلد عشان راجل هندو
كنت بس عايز اقول حاجه، بس يعني استفزني. يعني انا هقول حاجتين كده سريعا. اول حاجه كان بيستفزني جدا اول ما سمعت فكره الستيدي كام، سواء من احمد السقا ولا الشيخ منير، وفيلم وثائقي طويل قصير طبعا. فيلم قصير من الاستاذه لا ده هو شريف يعني منير برضه، لا شريف منير برضه زي فيلم وثائقي روائي قصير دي برضه، هي بقى ما هو بومين بص، انت تجريبي لو كده. لاحظت هتلاقي هي الكونسبت واحد وفي كتير اتكلموا فيه. بس انا بقى خليني ايه اتكلم في دي كام. ويا جماعه يعني هو انتوا عشان في الافلام اللي انتوا بتشتغلوا فيها او الافلام اللي انتوا بتشتغلوا فيها ما عندكوش غير الاستدي كام، هو ما فيش غير انتوا زمان. هو انت يا استاذ شريف منير لما كنت شغال مع الاستاذ داوود عبد السعيد كان في ستيدي كام؟ تصور حتى لو كان في الاوبشن ستيدي كام، خليني بس كده ايه برضه حاجه ليها علاقه باحمد السقا. كان حد كان شغال في فيلم هو هروب اضطراري، وكان بيتكلم ان هو كانوا ازاي كانوا هيتجلطوا لما كانوا بيحاولوا يقنعوا السبكي بان الستيدي كام ينزل يوم كمان. اللي هو الفلوس التكلفه بتاع الكوست بتاع الستيدي كام ده ينزل يوم كمان ده، لا ازاي ما ينزلش يا سيدي، لا احنا محتاجين يوم كمان مفيش. فهو انت واقع ما بين الناس دي، اللي هو حد يقول لك الستيدي كام والتاني اصلا هو بيدفع فلوس وخلاص عايز يوفر وخلاص مش فاهم يعني ايه ستيدي كام، وممكن عادي يراضي الناس اللي اجورها متاخره بخروف يعني، واللي اشتغل مع السوكي عارف النقطه دي، او اللي اصحابه اشتغل مع السوكي عارف النقطه دي. فهي الفكرة كلها نقطة تانية بقى، لازم الناس دي يعني الناس دي مش عارف هي مش فاهمة إن السينما بتغير واقع ناس أو بتغير واقع بلد محلها. يعني مثلا في فيلم تاني بس ما اتسلطش عليه الضوء، كان موجود مع ريش، كابتن الزعتري ده المخرج بتاعه علي العربي اشتغل عليه أكتر من 7 سنين في مخيم اللاجئين السوريين في الأردن. فضل 7 سنين بيصور وابتدى مع طفلين عندهم 12 سنه لحد ما دلوقتي بقوا رجاله كبار كده، وجم حضروا جم الجونه وحضروا زي ما ديميانا وفريق فيلم ريش بيحضر. وهي الفكره ان الفيلم ده يمكن يكون ساهم في ان هو غير في حياته، زي ما هو ممكن يكون ساهم وغير في فيلم ريش غير في حياه ديميانا، بس مش بالطريقه اللي انت بتتكلمي بيها يا استاذه زابوسي. تمام، الله يرحمه فعلا لو كان عايش والله بجد يعني، كان سمع الكلام ده منك مش هيكمل يعني سماعه. ما علينا، هي الفكره كلها في الاول وفي الاخر ان عندنا مثلا مسلسل زي اللي اثر في فكره الاحتضان، عندنا حاجات كتيره بتاثر فينا يعني السينما ليها يعني. بس بقى مش فكره ايه؟ مش فكره الفن اللي هو يجي يدي لك الفكره اللي هو عايز يديها لك دي بالمعلقه. مش ان انا عايز اروح اعمل فيلم عن عيله العشوائيات وربنا كرمها وبقت في برنامج حياه كريمه، مش همسك كده المشاهد وادي له الفكره المعلقه طول الفيلم. لا، هي الفكره المخرج الشاطر هو اللي بيعرف ان هو يطلع، او الفنان الشاطر هو اللي بيعرف يطلع الفكره بتاعته سلسه كده سموزي كده في وسط العمل، انت تحس بيها كده مع وانت بتتفرج عليها تستمتع بيها، مش تبقى خارج زي الروبوت كده هروح اعمل كذا ولا فعلا الكلام ده صح ولا فعلا ده ارزق. بس هم عايزين يعملوا افلام بلاستيك او يعملوا حاجات بلاستيك جو اون وحرام. بس يعني هو دي فئه افلام مستقله او اعمال مستقله، هو الطبيعي منها اصلا ان هي ما بتسعاش للكوميرشال، فبالتالي هي عندها مساحه حريه ان هي تاخد قضايا او تفتح افكار او مواضيع مش مستسغه للناس اللي بتبقى عايزه الافلام التجاريه، ان هو تخش انترتينمنت كده تتفرج على ساعتين تضحك ولا التستيرون عندها يعلى لما تشوف احمد السقا ولا فان ديزل ولا بس. لا لا خالص، تمام جدا. بس انا عايز قبل ما اتنقل لحازم علق بس على نقطه صغيره كده، نقطتين كده عند الكلام اللي قالهم باشمهندس خالد، انه الاولانيه بتاعت الدلالات والاسقاطات اللي موجوده في الفيلم، وجهه نظري الشخصيه انا ورايي انا في 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 طريقه عمل الفن وفي التركيبه بتاعت العمل السينمائي تحديدا خصوصا وعموما يعني، حتى الروايه حتى اي نوع من انواع الابداع، هو انه انا بعمل ما يتسق مع الدراما ومع القصه، وبسيب بقى التأويل للمتفرج. وكل ما تكون الحاجة خاصة جدا وحقيقية جدا
ومتفقه مع القصه اللي بتتحكي هتلاقي لها 100 تاويل كلهم صح وكلهم ينفع تلاقي لهم شواهد ودلائل من داخل العمل نفسه. علق بس على نقطه صغيره كده عند الكلام اللي قالهم باشمهندس خالد، نقطه لطيفه جدا اللي اثرتها بتاعت انه الناس دي واقفه عند سن 15 سنه. الحقيقه انه برضو من نفس اللي كنت بقوله من شويه، الحاجات شبه بعض متصله ببعض. الوعي العام بتاع عموم المتلقين والجماهير والشعب، الحقيقه انه كلنا بشكل عام بنعاني من ده. الوعي فعلا واقف عند المراهقه الفكريه دي، كلنا عندنا 15 سنه. عشان كده عايزين الاعمال بتاعت المراهقين اللي فيها الحاجات بشكل واضح، لان انا مش هعرف افكر غير لما انت تقول لي افكر ازاي. بقى في كده مشكله في الذوق، ذوق المراهقين ده هو مراهقه عامه جدا عند عموم الجمهور. وبالتالي هم كفنانين، هم في الاخر ناس من المجتمع، فهم كمان مصابين بهذه المراهقه الفكريه المتفشيه في الناس كلها. فاحنا لا يمكن العام والخاص فصلهم عن بعض يعني. والفيلم ده عمل كده يعني، من ضمن الحاجات المهمه اللي عملها انه ورانا كده، دوب كده الفوارق ما بين العام والخاص، زي ما كانت ياسمين كده اتكلمت في الاول وقالت انه هو بيعرض الطبقيه الموجوده عند الفنانين نفسهم دلوقتي. الفن بيحارب الطبقيه، فنكتشف ان الفنانين نفسهم بيعانوا من هذه الطبقيه اللي بانت في شكل رد فعلهم على الفيلم. استاذ حازم اسف على الاطاله، اتفضل. انا طبعا يعني انا كشخص انا مش متمرس في مهنه السينما، فانا ما بفهمش مصطلحات، بس انا بهتم بالمنتج النهائي يعني، انا بقدس حاجه اسمها السينما. فانا بس يعني ايه يعني، انا استاذ خالد كان قال حاجه على احمد السقا وكده، هو انا كنت سمعت في لقاء للجونه كان هو بيعمله، قال لك انا بركب ميكروباصات وبركب مواصلات عشان عايز القط من الشخصيات، عايز اخد شخصيات والقطه واستخدمها في شغلي وبتاع. انا مش فاهم ايه نوع الديستوبيا اللي عايش فيها استاذ احمد السقا اللي بيركب فيها ميكروباصات كلها شبه يعني. انا مش عارف ايه الشخصيات اللي هو بيستردها من الناس كلها. ملحوظه في قمه الذكاء والله يا استاذ حازم. يعني انا اللي كان برضو كان بي انا كنت داخل اصلا من لي يعني، اولا اوافق على كلام خالد وبس عايز اعلق على كذا نقطه. فكره الوعي، هو احنا هو كان بيستغرب ازاي في حد ناس يعني سيلف سنتر لدرجه ان هي مش قادره تتخيل فيلم مختلف او طريقه فكر مختلف. هو دي حاجه اسمها يعني مش عارف هي اسمها ايه، بس هي موجوده بكثره وملهاش اي علاقه باي حاجه يعني، ملهاش اي علاقه بالطبقات الطبقه اللي انت منتمي ليها، ملهاش اي علاقه بتعليمك، ملهاش اي علاقه. هي اعتقد بتتولد من نشأة يعني، انت لما بتتولد في مكان او مجتمع في متغيرات كتير وفي ناس مختلفه وفي ظروف مختلفه، وساعات انت بتحط نفسك مكان الناس دي، فالوعي الجمعي عندك بيتطور، بيبقى ماتشور كفايه ان انت تحط نفسك مكان الشخص الاخر، ان انت تتقبل الناس كتير. ساعات كتير الناس تستغرب ازاي ده دكتور وعنده الاراء الرجعيه والمتخلفه دي، ازاي ده مهندس وعنده مش عارف ايه. لا، ما اعتقدش الموضوع له علاقه بتعليم، ما اعتقدش الموضوع له علاقه باي حاجه. في ناس انا اعرفها موجوده في أسوأ الظروف وفي يعني في اماكن صعبه جدا وفي ظروف حواليها صعبه جدا، وعنده درجه من الوعي ودرجه من الماتوريتي في التفكير ان هو يتقبل الاخر وان هو يسمع وان هو يتفرج على حاجات مختلفه وان هو يعجب بحاجات مختلفه. فاعتقد ده مش موجود اطلاقا عن 90% من نجوم السينما، وده حاجه احنا مستغربينها جدا. ليه؟ لان الناس دي اصلا بيتم العنصره عليهم، وبيتم زي ما تقول ايه برضو يعني، هم بيتضربوا بنفس السلاح اللي هم بيستخدموه في الافلام والحاجات دي، ان هم ايه المناظر دي، الحاجات دي مش شبه مجتمعاتنا، ازاي تطلع بالفساتين دي، ازاي. فالاسلحه دي احنا استغربنا جدا لما هم استخدموها ضد فيلم مش شبههم، ضد ناس مش شبههم. واحده بتتكلم لابسه ريش وبتتكلم عن واحده انت جايه من مجاهل الصعيد، كفايه ان انت مبسوطه انك اتفرجتي على منى شلبي لايف وبتاع، وهي الست اصلا واخده جايزه مهرجان كان يعني، منى شلبي ما تعرفش تعدي من قدام المهرجان يعني. ف الناس دي هي مش قصدها فعلا اهانه زي ما خالد قال، هي فعلا الناس دي ما عندهاش الوعي الكافي ان هي تفهم ان في حاجه اكبر من مهرجان الجونه، ان في ناس على رغم ظروفها المعيشيه او بيئتها هم احسن مني، هم حرفيا عملوا انجازات في خلال مثلا سنه احسن من التاريخ كله اللي انت عملتيه. احنا ما نعرفش بوسي شلبي يعني، احنا البيك بتاع بوسي شلبي حتى في الجيل بتاعها ما كانش بارز قوي لدرجه ان احنا نقول ان هي مثلا كانت مميزه في مش هاله سرحان مثلا يعني، مش هاله سرحان، مش يعني مش صفاء ابو يعني مش الناس دي. ف
فهي يعني فعلا مش قصدها حاجه، هي بتحاول ان هي تخلق حدث، هي بتحاول تبقى جوه الحدث. فلما حاولت تعمل كده بطريقتها احنا اشمئزينا يعني. فهي انسانه يعني، هم فعلا الناس دي عندنا مشكله، احنا يعني عندنا فعلا مشكله في مجتمع النجوم اللي احنا يعني العصر اللي احنا عايشين فيه يعني. حقيقي فعلا احنا غير محظوظين اطلاقا. في كم في يعني في كل فتره كده بيطلع فيلم كويس، بتطلع حاجه تبسطك، بتطلع حاجه، لكن فعلا فقر السينما عندنا دلوقتي ناتج عن العقليات دي للاسف الشديد. يعني فكره ان انت لما تحب تعمل فيلم مهرجانات لازم في شله معينه كده تعرفهم، لو عايز تعمل فيلم شبابي يجيب لازم شله كده معينه تروح تتكلم معاهم، لو عايز تعمل فيلم جماهيري ففكره ان هم مش قادرين يستوعبوا مواهب تانية، مش قادرين يفكروا بره الصندوق. يعني انا مثلا شفت فيلم، اكتر الافلام اللي علمت فعلا معايا الفيلم بتاع الشاب اللي كان من الصعيد برضو اللي عنده مرض يوم الدين، بيسموه ايه اللي هو ايوه يوم الدين، جزام جزام مرض الجزام، جزام ايوه الجزام. فيلم عظيم جدا. انا يعني من يعني عارف انت في افلام تتفرج عليها تقول فيلم حلو، وفي افلام تتفرج عليها حلو تمام بس بتفضل معلقه معاك مشهدين ثلاثه كده في الذاكره ما بتنسهمش طول حياتك. دي من الافلام دي. وفيلم برضو ريش نفس الفكره. ف ده بينتج عن عمق، درجه عمق معينه كده مش موجوده عند 90% من الجيل ده. انا مثلا لما جيت اتفرج يعني انا لما شفت راي الناس في ريش وكده لقيت ان في مجموعه من الشباب، يعني انا هنتقل نقطه ثانيه، فكره هو ليه شريف منير عمل كده، فكره ان هو هل هو بينافق السلطه ولا. انا رايي ان الناس دي عندها وده برضو نوع من انواع السطحيه الفكريه، ان هو عنده جزء كده في دماغه ان هو لو عمل الموقف ده فهو هيبقى محبب للسلطه اكتر، رزقه مش هيتقطع، مش عارف ايه، لازم يعمل كده عشان ايه. لا بس هو فعلا في شباب اللي طالعين جداد لما قالوا ايه رايك فيلم ليش، لا قال يعني قال اراء عظيمه، قال ان الناس دي عملت حاجه كويسه جدا، في عمق في التصوير، في حاجات كتيره قوي انا متفهم ممكن ما حدش يقبلها، بس انا شفت فيلم حلو جدا. هم ما حسوش ان هم محتاجين ان هم ينافقوا، زي مثلا اسمها ايه دي الهام شاهين لما طلعت برضو حابه تتكلم على الفيلم، هي برضو هي مش عايزه تقول هو حلو ولا وحش، هي عايزه تاخد نفس الموقف المسالم، الموقف الامن، اللي هو لا انا ما مش عاجبني الفيلم ده، مش كانها بتعبر عن وجهه نظرها الشخصيه مش عن موقف تجاه بالظبط بالظبط بالظبط. فانا حاسس ان الناس دي عندها تراكمات كده وعندها شويه سوري في اللفظ يعني وساخه في التفكير او في نهايه العقل كده، هم مش قادرين يتخلصوا منها. وبالنسبه للفنان دي حاجه سيئه جدا. الشباب اللي طالع الجديد ده اعتقد ان هو متخلص منها بشكل ما، بس هو محتاج ياخد فرصته ومحتاج كمان يبقى متقبل الاخر بشكل احسن من كده. اتمنى من كل قلبي من كل قلبي اولا رقم واحد ان الجيل ده من الفنانين بما فيهم احمد السقا والناس الجامده دي كلها ان هي تدي فرصه لغيرها، لان هي فعلا مش هتعيش فتره طويله. والسبب الثاني اتمنى ان النظام او النظام اللي هو الحكومه او القائمين على اداره هذا البلد ان هم يستغلوا اللي حصل في الاحداث دي او في الفيلم ده كفرصه تاريخيه، ان هم يثبتوا ان مصر فعلا بتتغير، ان الفيلم ده لا يتعرض في السينما، لا الناس تشوفه، لا هو ده الفن الحقيقي، خصوصا ان احنا يعني مش شايفين اشباح للتغيير. في حد بيتكلم عن حريه الراي، في حد بيتكلم عن انه لا محتاجين ان احنا نسمع ناس، في حد بيتكلم انه لا الفن محتاج يتحرر اكتر من كده. فاعتقد ان الشريف منير ده او الشباب اللي او مش الشباب بقى اللي هم الجماعه اللي معاه دول اعتقد انهم اذوا نفسهم اللي هم عملوه ده، واحنا محتاجين نتفرج على الفيلم ونتفرج على افلام مختلفه لان احنا فعلا زهقنا. انا شخصيا زهقت، الناس كلها زهقت من اللي بيتقدم حقيقي. تمام جدا 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 بس جدا هذا. بس انا عايز اعلق بقى من ده على حاجه مهمه جدا قلتها. اولا فيلم ريش طبعا خد كل الموافقات، والفيلم خد موافقه الرقابه، وبعد كده خد تصريح التصوير وتوافق عليه رقابيا انه يتعرض، ما كانش هيسافر مهرجان كامل من غير ما ياخد كل الامضاءات المناسبه. فالفيلم عدى على كل المنافذ الرقابيه وتم السماح بيه تماما، والرقابه لا تتهاون وما فيش اي يعني شعره شك بحاجه هتعدي. فده جزء مهم جدا من كل الناس اللي بيحاولوا يكونوا يعني عايزين بقى يعملوا طلبات احاطه في مجلس الشعب ولا يقدموا بلاغ ولا الفيلم عدى على كل قنوات الرقابه والفيلم تمام، ما كانش فيه مشاكل مع النظام بشكل واضح، يعني انه ما اتعملش في بير السلم ولا اتعمل من دكاكيني كده ولا من شوارع خلفيه، اتعمل في القنوات الشرعيه بتاعه صناعته. فالفيلم بشكل واضح واخد الـ كل البرميشنز يعني انه يتعمل. ده جزء مهم. الجزء الثاني انه
فكره الباك اند دي حاجه مهمه جدا. الناس فعلا ما بيحركهاش بشكل واضح الغيره او الرغبه في النفاق بشكل انا عايز انافق بشكل واعي كده، لا. وخليني اضرب مثل كده بانه مثلا فيلم زي فيلم الموميا كان في يوم من الايام موجود في مهرجان كان، وكان في احتفاء عالمي بيه، وفي ناس تعتبره من اهم الافلام السينمائيه المصريه، ما كانش في ناس تعتبره اهم فيلم سينمائيا يعني وفنيا مصري. بالطريقه اللي احنا بنقيم بيها الافلام دلوقتي، ده فيلم مسيء جدا طبعا، وده بقى ما فيش فيه لا اسقاطات ولا بتاع، ده مجموعه من ابناء الصعيد بيتاجروا في اثار الفراعنه وبيبيعوا تراث البلد، والولد اللي بيحاول يواجههم ويعترض على اللي بيعملوه بيتم ما يشبه نفيه يعني من القطيع اللي بيعمل كده، واعتباره مارق واعتباره خاطئ. فده شكرا بقى، ده اساءه في ذروتها يعني. طبعا ما فيش اي حاجه اتقالت، كان في وعي ما كده بانه ده مش معيار لتقييم الافلام. وفي المقابل لما يوسف شاهين عمل فيلم القاهره منوره باهلها واتعرض في روسيا، الناس اللي كانوا هناك من البعثه المصريه قاموا ما قعدوش، وكانت في بقى ساعتها بدات تظهر بقى التهم بتاعه الاساءه لسمعه مصر، وفي مقالات اتكتبت في الجرايد عن عن, عن 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 هذا الكلام. فادي فرق، ده فيلم كان في السبعينات، ثم من بدايه الثمانينات بقى بدا بقى هذه الاعراض بقى تظهر بشكل ما، واحنا النهارده بنعاني بقى من تراكمات ده كله. فالحقيقه انه لا، انا اوان التغيير بقى، لو افترضنا انه دايما الزمن دائري كده والتاريخ دائري، فاعتقد احنا ربما نكون قربنا بقى من النقطه اللي اثارت مشكله زي دي دلوقتي، ربما ترجعنا بقى لقواعدنا شويه ونفهم بقى انه الفن مش معيار الحكم عليه، لا بشكل ايديولوجي ولا بشكل اخلاقي ولا بشكل غير فني، هو المعايير معايير فنيه بس. استاذه جاكس اتفضلي. انا الحقيقه مبسوطه باللي حصل نوعا ما، لانه في حاجتين هيحصلوا من وجهه نظري البسيطه جدا، ممكن اكون غلطانه. اول حاجه، احنا عندنا سوري في اللفظ باكابورت، وفي حد فتح الباكابورت، فعلى الاقل الناس تشوف انه في باكابورت يا جماعه، احنا مدركين دلوقتي ان في باكابورت. لو ده الوسط الفني وده الفنانين ودي اراء الفنانين في اعمال فنيه هم مفروض بيشتغلوا في نفس الوسط، فاذا عندنا باكابورت. فانا مبسوطه جدا جدا من الباكابورت، من فتح الباكابورت، لانه انا شايفه انه مفيش حاجه هتتصلح الا اذا كان في حد بيقول عندنا مشكله. يعني ادراك المشكله هو نص الطريق لتصليحها. الناس دي كانت عايشه في بابل كبيره جدا اعلاميا واصحابنا وحبايبنا وبتاع، انه اللي بتعملوه ده مفيش زيه. يمكن دلوقتي يسمعوا صوت مخالف، يمكن اللي عنده عقل فيهم يقرا حاجه مختلفه، يراجع نفسه في حاجه، يمكن ده مش اكيد طبعا. بس انا مبسوطه بالحراك ده، انا مبسوطه انه في حد طلع قال لهم ده باكابورت، يعني انتوا بتعملوه ده اسمه باكابورت يا جماعه. واللطيف اكتر في الحكايه يعني السخريه في الموضوع، انه النهارده او في ستيتمنت طلعت من حياه كريمه قالت لهم احنا ندعم حريه الراي وحريه الفن، فده يعني ألم كده يمكن يودهم في مكانهم تاني علشان الأسلوب اللي استخدموه مع الفيلم، في حين إن هم كلهم تقريبا قالوا إن إحنا ما شفناش الفيلم الأخير، وده حقهم بالكامل على فكرة. يعني أنا يمكن أنا بشخصيا أشوف الفيلم، أو حضرتك أو أي حد يشوف الفيلم ما يعجبوش برضو، ده موضوع تاني خالص، بس إنك تهاجم حرية الطرح وتحطه في دي حاجه ثانيه كمان. سمعه مصر دي لكل الناس، وسمعه السينما لكل الناس، اي حاجه بتعدي عليها يا حرام بتسوقها. دي انا شايفه ان سمعه مصر وسمعه المصريين ممكن تتسوق بالتحرش اللي نسبته مرعبه، بالحاجات اللي بتحصل في الشارع للستات، بانه القاهره اتوفرت تصنفت من اخطر مدن العالم للسيدات، دي اللي تسوق سمعه مصر، لكن السينما ما بتسوقش سمعه اي حاجه. الحاجه الثانيه اللي بصاني في الموضوع، انه احتمال ده دي فرصة للسينمائيين اللي عندهم أفكار مبدعة وعندهم أفكار جديدة ومختلفة، تديهم أمل إنه لا ممكن، على فكرة ممكن تعمل ده بأقل الإمكانيات وممكن تطلع وتنجح. وأنا معجبة جدا بالليدنج إكزامبل اللي هو حطه، إنه هو عمل فيلم إمكانيات بسيطة ماديا يعني، بس الفكرة هي المبدعة، طرح مختلف ووصل، ممثلين اول مره يمثلوا ووصل. فانا شايفه انه ده كمان ممكن يكون نقطه كويسه. انا فاكره فيلم اسمه اوقات فراغ، لو حد متابع، انا اظن انه الفيلم برضو كان بنفس اللي اخد شويه شباب جداد وعمل فكره تمس الواقع وتمس حياه الجيل ده، وعمل فكره انا شايفاها في وقتها كانت مختلفه، والفيلم انا اظن انه كويس. وجهه نظري طبعا، ممكن اي حد يختلف. والولاد دول كلهم بقوا بعد كده نجوم يعني بيمثلوا كده، فدي حاجه لطيفه. انا بشوف انه تحريك الميه ده
ده كويس قوي يا جماعه والله، انا مبسوطه جدا، لانه احنا ركضنا لفتره طويله من مسلسلات رمضان وكل الناس قاعده تقول له انا اشكرك على العمل المبدع، وانا مش مهتمه بالعمل المبدع، انا مش شايف انا اصلا، والناس اصلا بقت منتفخه من الحكايه دي، ف اتس دبل كيك. دي من ناحيه بس النقطه الوحيده مش عارفه خالد، خالد ما كان موجود، النقطه اللي خالد قالها وانا شويه معترض عليها، هو الاعتماد على الستيتمنت بتاعت احمد سقا، مش انه السينما انه عمل ايه اسماعيل رايح جاي في السينما، هي المشكله ان هو وقع سينما في النص من اهم مراحل السينما في مصر، وقعهم هو اسقطهم تماما، قال لك من الستينات ونط على 97 اصلا في سنه 97 دي نختلف او نتفق، يوسف شاهين كان عامل المصير، في افلام تانية كانت معموله، المشكله ان هو رمى داود عبد السيد، علي بدر خان يعني شويه منه، طيب محمد خان، محمد خان طيب، يعني جيل مبهر، يعني انا اللي هو فعلا انا بالنسبه لي اللي هو يعني ينجم مضيئه زي ما بيقولوا، وعملوا افلام للاسف من ضمن الممثلين اللي طالعين يقول لك ارائهم اللطيفه دي كانوا موجودين، يعني هاله صدقي دي عملت الهروب قدام احمد زكي يا جماعه، وعملت دور ما اظنش انها هتكرره في حياتها، يعني هي مش هتقدر تعمل ده تاني خلاص. شريف منير طبعا مع الكيت كات وكلهم تقريبا، اشرف عبد الباقي عمل الفيلم الوحيد اللي ممكن اشوفه لياسمين عبد العزيز، للاسف مش فاكره الفيلم. ايوه الكباب كان ارهاب وكباب، وكان في ما ينفعش نرمي الحاجات دي، ما ينفعش حد تحت في الجدل نقول لك اصل السينما كانت مخنوقه، ما هي السينما كانت مخنوقه بس مش عشان ما كانش فيه ناس كويسه، لا السينما كانت مخنوقه عشان كان فيه انتاج بشكل ما، عشان كان فيه احتكار بشكل ما، خلينا لو عايز تتكلم بجد بقى في السينما كانت مخنوقه، تعال نشوف كانت مخنوقه ليه، لكن ما تقولش مخنوقه عشان انت عملت اسماعيليه رايح جاي، اسماعيليه رايح جاي فيلم كويس تجاريا، هو طبعا عمل ريكورد يعني الفلوس اللي جابها ما عملتش قبل كده، وعمل نقله في انه خريطه النجوم وخريطه الاجور، ماشي نحطه في المكان بتاعه، لكن ابداعيا يعني وسينمائيا اكسكيوز مي مفيش حاجه بلح يعني، فانا يعني مبسوطه شويه بالحاله دي، مبسوطه قوي انه في كلام، مبسوطه قوي، واتمنى انه الناس دي تسمع اللي بيتقال لها دلوقتي، ولو عندهم عقل يبتدوا يفكروا فيه، وكفايه تعريض لاي حد، وفي ناحيه ثانيه اتمنى انه مخرجين، لان انا اعرف ناس كتير مخرجين ويعني من الوسط عندهم افكار كويسه جدا وافكار مبدعه جدا، بس ما فيش انتاج، مش حد ينتج لهم، فانا شايفه انه لا ده ممكن يكون اهو يا جماعه في حد عمل اهو حاجات بسيطه انت بتكاليف بسيطه ووصل لحته كل البلاستيكات دول مش عارفين يوصلوا لها، بوسي شلبي دي بقى ما ينفعش اصلا، انت ما تعدها مذيعه انت كده بتكرمها قوي، يعني دوني انجاز المال بوسي شلبي دي كهي مذيعه احنا بنكرمها قوي، دي جايه كده مع الشله، يعني احنا جايين مع الشله نعمل شغل يعني، بس لكن ما فيش خالص لا هيستوري ولا عمق ولا طريقه نقاش ولا تحضير ولا لا 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 خالص، اي حد تاني ممكن نناقشه كمذيع، لكن دي مش مذيعة اصلا، دي يعني دي صاحبتنا كده جايه تعمل معانا شغل، يعني صاحبتنا في الشله بتاعتنا بس، فما تستحقش اصلا انه يعني حد، بس اتمنى انها تسمع برضه اللي اتقال لها عشان يا رب. ماشي اتفضل. اون اوت اون تايم، انا هحاول اعلن اتاريك مستعجل على المايك. وحشتني يا اسامه حبيبي حبيبي. انا بس كنت عايز اقول فعلا بوينت اوف فيو تانية شويه، بس بصراحه في تناول احنا تناولنا للموقف نفسه كان عامل ازاي، كل الحاجات اللي حصلت دي كانت حاجات متوقعه وكانت مفهومه والناس طبعا عندها مشاكل، وفي حاجات ليها علاقه بالغيره، وفي حاجات ليها علاقه فعلا ان سقف طموح الممثلين عندنا ما جاش اكتر من كده، يعني انا لو بصينا فعلا على النومينيشن للجوائز احنا تقريبا ما عندناش ولا فيلم نومينيتد، حصل سبميشن في الاوسكار لحاجات مصر مثلا رشحت حاجات بس مفيش حاجه كانت نومينيتد اعتقد، يعني مفيش غير ميدان تقريبا اللي هو الدوكيومنتري ده، واعتقد فيلم اسمه ايه كان في فيلم كده اعتقد 2003 او 2004 اترشح للمرحله الاولى بتاعه الاكاديميه يعني، بس في فيستيفال تاني يعني سهر الليل، بس اظن ما في سهر لا لا ما اعتقدش ان هو سهر الليل، بس هو حاجه اعتقد كانت نفس السنه، بس حاجه من الاجواء دي يعني برضو فيلم تشيزي كده وكورني
وحش جدا يعني. بس احنا ما عملناش اي حاجه طبعا، فكل ده مفهوم. بس الجزء الثاني بقى فعلا في الناس اللي بتسبورت الكوز نفسها، الناس بقى اللي هي بتسبورت السينما وبتسبورت الافلام المستقله وحريه التعبير والحاجات الشبه كده، في جزء مهم احنا لازم نبقى عارفينه، ان احنا واحنا بندافع عن حد بيمثل قضيه ان احنا ما نحطوش مكان القضيه، ان احنا ما نفضلش ندافع باستماتة عن الشخص علشان خاطر الدفاع مش عن الشخص، الدفاع عن الفكره، زي ما حصل مع حد من الناس يعني بدون ذكر اسماء، احمد ناجي، ان مثلا شخص ركيك جدا ركيك جدا في كتاباته، وشخص على قده جدا فنيا وبتاع، بس هو اخذ اكسبوجر عشان هو قرر ان هو يطلع ويشتم او يكتب شتايم في مقال او في روايه يعني معينه، واتحبس واخذ اكتر مما يستحقه هو، والموضوع اتنقل من الدفاع عن القضيه للدفاع عن الشخص. ده جزء مهم جدا احنا لازم نخلي بالنا منه، دي اول حاجه. تاني حاجه بصراحه بنسبه كبيره قوي، انا بقالي فتره كده يعني من ساعه ما المشكله دي حصلت، وانا على تويتر وعلى فيسبوك وعلى السوشيال ميديا، كل الناس بما فيهم معارفنا وحاجتنا، كل الناس بتتعامل مع الست سوري الست اللي هي الممثله دي، ان هي الله يا جماعه بصوا واحده فقيره وبتفكر، الله يا جماعه واحده فقيره بتحط ميك اب، الله يا جماعه اللهم ادعم الفقر وبتاع، لان مثلا الست اللي كانت من القاهره او كانت من اي حي من الاحياء التانية او من اي حاجه موجوده ما كانتش بيحصل حواليها، فعلا من حالات العنصريه المخفيه كده اللي الناس بتمارسها على الناس، وده بيطلع من المجتمعات اللي هي الاوير والليبرال واللي هي فاهمه يعني، وتش حاجه كانت صدمه جدا بصراحه بالنسبه لي. الموضوع ملوش علاقه، نفس برضو فكره ان انت تقعد تنجم في ناس برضو كتيره جدا مخرجين او ناس عملوا اعمال على قدهم، بس انت قررت انت تنجمهم عشان خاطر هم شبهك او بيتفقوا معاك في قضيه معينه. انا ده كان اكبر بصراحه تحفظ من وجهه نظر الناس اللي هي المتلقيه اللي هم اللي زينا. وتاني حاجه بصراحه في حاجات ليها علاقه بالفيلم الناس برضو لازم تبقى عارفاها عشان حاجه ما تاخدش اكتر من حقها. الفيلم التعريش اوريدي اصلا حاجه تبع الاكاديميه، يعني هو بروجرام تبع كان، ففي نوع من انواع اللي هو انت تبعنا وانت حبيبنا، برضه الناس لازم تبقى عارفه الحاجات دي ان هي بتحصل في المهرجانات، في برضه واسطه وفي حاجات معينه، والبرودكشن شركه البرودكشن نفسها اللي عامله البتاع هي اصلا شركه تبع كان، فالناس بس لازم تبقى عارفه الحاجات دي. الموضوع وفي معايير تانية ليها علاقه بالاقليات وباللون وبالكوتا وبالحاجات، فمش كل الناس اللي بتكسب في كان ده معناه ان هو الفيلم جامد، ومعناه ان المخرج ده جامد فشخ، وان المخرج ده عميق، وان اللي هو قايله لا، في عوامل تانية بتكسب الناس حتى لو هم مش اهل ليها. انا مش بقول، مش قصدي اي حاجه طبعا، مش بوجه ده على ريش، بس الناس لازم تبقى عارفه الجزء ده برضو عشان الناس برضو ما تطلعش تقول محمد صلاح السينما المصريه وكده. بس والسلام عليكم. وجهه نظر مهمه يا استاذ اسامه، وفيها حياديه كده قويه جدا، يعني انت محايد قوي، انت محايد قوي. انا مبسوط والله وواعي كده، ووحشني جدا يا اسامه، وكلام مهم طبعا. واه طبعا يعني في الاخر الجوائز ليها، في الاخر الجوائز هي معايير في الاخر اللي بيديها ناس في فنانين ليهم معاييرهم الشخصيه، قد يكونوا محايدين بس في الاخر هي تخضع للذوق بشكل ما. فطبعا هو مش مجرد ان الفيلم خد جائزه اذا فهو اهم فيلم في العالم، بس برضو ده لا ينفي انه في معيار، اقل معيار من الجوده كده لازم يتوفر على الاقل عشان يتجاوز هذه المراحل، فمش هديهوله وهو يخلو من العناصر اللي تؤهله ان هو يخش الكومبيتيشن او يبقى في ياخد الجائزه. بس ده كلام مهم. استاذ مو اتفضل، انا تجاوزتك وارجع لك تاني اتفضل. لا ولا يهمك. ماشي، بص، اولا انا مبسوط بالكلام اللي انا بسمعه في الروم. انا شفت التايتل بتاع الروم فهمت ان انتوا مش بتتكلموا في ان قصه افلام مسيئه او مش مسيئه، اي فيلم مسيء بيبقى مسيء لنفسه، لكن السينما نفسها مفيش حاجه تقدر تسيئه او كده. انا بتكلم في حاجه دلوقتي، يعني انا مش متخصص في السينما والله، بس انا دلوقتي في فيلم زي فيلم باراسايت، فيلم كوري بتاع كوريا اللي هي بتاعه سامسونج، اللي هي بص يعني كوريا اللي هي من اجمد الدول في العالم في ست كوريا. هل الكوريين طلعوا جنوب كوريا الجنوبيه؟ ايوه. هل الكوريين طلعوا هجموا الفيلم قالوا ده بيسيء لكوريا واحنا مش كده؟ لا، بالعكس، في حريه راي وحريه تعبير. هي الفكره كلها ان ايه، ان احنا عندنا بصراحه اللي انا من اكثر الحاجات اللي مضايقاني، عندنا ممثلين مفروضين علينا غصب عننا، اشكال متصدره لنا، مفيش اي فنانين بيظهروا غيرهم، مفيش اي حد بيتنجم او بيطلع درجه اولى الا للبلد هي اللي عايزاه يطلع، فاهم قصدي؟ غير بقى ان ولاد الفن اللي هو اللي بيمثل بالوراثه
بالواسطه والكلام ده، كل الكلام ده عارفينه. بس انا يعني استاذ جاكسون ما قالت كان في بكابورتو اتفتح؟ لا مش ده، مش اتفتح كمان يعني، ده يعني اكتشفنا كميه نفاق يعني. مثلا مثلا استاذ شريف منير عارفين ان ده رايه، ليه راي معين ماشي، كل واحد حر في رايه وبنحترمه. لكن لما انت تبقى قاعد مثلا، مش متخيل مثلا لو انا مكانه قاعد بتفرج فيلم زي ده، مش هتضايق اقول يا ده انا عملت زمان فيلم يفكرني بفيلم الكتكات اللي انا عملته، كنت عامل دور زي كده، هقعد اتبسط بالفيلم او هقعد اتفرج واشوف الراي المطروح اللي في الفيلم. لكن هو واشرف عبد الباقي يعني يا جدعان في ايه يا جدعان؟ يعني ما حدش علق لك المشنقه يا عم، تقعد تتفرج يعني. فبصراحه في حاجه مش مفهومه بس. لا طبعا ده كلام مهم جدا. حتى كمان فيلم حين ميسره، انا فاكر وقتها لما نزل كان في برضه هجوم عليه، وعمرو اديب قعد يتكلم الفيلم سوداوي، الفيلم ما اعرفش ايه. ماشي، انت ما في حاجات بتحصل زي كده في الحقيقه، وانت لازم اصدر لك الصوره الورديه اللي موجوده في البلد. ما انا بقى لسه بتكلم، هو بقول كوريا نفسها، كوريا الجنوبيه عملت فيلم كده برضه، يعني فيلم كان تحفه في الناس. شوب ليفترز مهم جدا، بيتكلم عن المجتمع برضه الياباني والمقاس اللي فيه. وفي فيلم اسمه فلوريدا بروجكت امريكاني، بيتكلم عن كلمه مسيء. دي مشكله ثانيه تنطلق بقى بعد كده، ده مسيء للمهندسين، ده مسيء للاطباء، ده مسيء للسكان الطلبيه، ده مسيء. لا فمش هنخلص، وده مش معيار خالص. انا ممكن اضيف حاجه يا تامر، انا اسف يعني نيمو، بس هو فعلا هو الافلام ريفليكشن للمجتمع يعني، والارت كله ان جنرال هو ريفليكشن للمجتمع. مفيش حاجه اسمها مسيئه او مفيد يعني. انت دلوقتي دي بلد انت بتريفليكت اللي موجود فيها، انت ما عملتش حاجه، انت مالكش دعوه يعني كمخرج. طب ده معناه يا اسامه انه الفن اللي موجود دلوقتي، الشكل بقى النمطي اللي احنا بقى بنتكلم عليه بقى لنا مثلا 20 سنه، ده ريفليكشن للمجتمع دلوقتي؟ هو ده شكل المجتمع بعمل كده، عشان كده شكل السينما بعمل كده، ولا شكل الصناعه عامله كده فتحكمت الجدليه الدائريه التي لا تنتهي بقى؟ هو ده حقيقي، هو ده حقيقي، هو ده فعلا شكل المجتمع. انا شايف الاثنين مع بعض، هو بيظهر لك حاجه في المجتمع هو عايز يظهرها لك، هي موجوده بس عايز يظهر لك الدنيا الورديه والحياه الحلوه وكده. حتى انا شفت بوست الاستاذ فاضل سليمان بيقول لك ما بقوش طايقين حتى يشوفوا الفقراء في الافلام. يعني فاهم قصدي؟ بعد حاجه صعبه قوي يعني. هو لو تسمح لي يا تامر، هو فعلا ده شكل المجتمع يعني. هو كان الاخ كبير اكيد، مش عارف لو عارفينه ولا لا، هو قال لك ان احنا يعني مسلسلاتنا وافلامنا محتاجه يعني لازم تبقى كلها صعايده بعضلات ومنوره زي محلات الكشري وبتاع وكده. فهو ده مجتمعنا، هو مجتمعنا وصل لمرحله من السطحيه لهذه الدرجه، اللي هي الافيهات اللي بيسرقوها من على كومنتات بالزبط. الفيسبوك وعلى بوستات الفيسبوك والحاجات دي. فهو مجتمعنا من كتر ما هو تسطح ظهرت النجوم دي وظهرت الناس دي. اتفضل استاذ نعمان. انا بس عندي وجهه نظر، انا سمعت كل كلام حضراتكم ومتفق مع اغلب اراء حضراتكم، بس انا برضو استاذ شريف منير يعني هو من الشخصيات اللي هم مروا مرور الكرام في حياتي يعني. ما تأثرتش يعني، مش فاكر له مشهد أثر فيا أنا شخصيا، أنا ولا أي حاجة، بس هو ما أثرش فيا في أي حاجة برضه. بس أنا مستغربه حاجة واحدة بس، إن أنا سمعته عند عمرو أديب أولا قال نقطتين يعني أنا يعني حطيت عندهم علامات تعجب كتير. أولا قال أصل ما فيش استادي كام في الفيلم، فأنا مش عارف هو ممكن يروح يقدم في معهد سينما أو ممكن ما يدرسش، ممكن يعمل أفلام قصيرة برضه يتعلم، وإحنا نحب نشوف أفلامه برضه. وده رقم واحد. رقم اتنين هو قال ان البلد ما فيهاش كده يعني، هي البلد لو فيها 1% كده ففي ناس من حقها تشوف كده، وفي مخرج صدق انه عايز يعمل الفيلم ده فعمله، فعادي انك ما تبقاش حبه. بس برضو لو احنا في الجنة فانت قول لنا مثلا، انت بتتكلم على الاطمية مثلا او حاجة يعني، استاذ شريف منير بيكلمنا عن ايه بس عشان نبقى عارفين. لا البلد اكيد بتتطور واحنا لامسين التطور، بس احنا برضو مش الناس الجرافيك اللي بتطلع في المسلسلات دي. بالظبط بالظبط. وانا على فكره بشتغل في الحاجات دي على فكره، وبعمل الحاجات الجرافيك دي وبشتغل فيها مساعد مخرج وكل حاجه، بس لا تعبر عن رؤيتي، بس ده اكل عيش. بالصنعه بالظبط. معلش يا جماعه، هو الفيلم نزل على النت بس انا دورت عليه ما لقيتوش. اتصرف بنسخه كده رديئه الجوده على فيسبوك، بس هو يعني نصبر كده بس ونروح نشوف في السينما يا جماعه، ارجوكم نشوفه حتى بالكواليتي اللي الراجل عمله بيه، بدل ما هو نازل الكواليتي 360 كده. معلش انا نسيت اضيف حاجه كمان. هو على فكره كل رمضان وفي طول السنه بيبقى في افلام بتبقى حلوه، بس الفكره ان في حاجات بيبقى معمول لها بروباجندا او بيبقى معمول لها تسويق، بيبقى متسلط عليها الضوء، فما بتخليش ناس تشوف الحاجات اللي هي بيبقى فيها فن حلو او طبعا بيبقى فيها الدعايه جزء مهم طبعا. بس برضو في مجموعه افلام كده يعني انا بصراحه كنت حاسس ان هي نقلت يعني، كان فيها ارت
ونقلت فعلا السفرنج بتاع المصريين بشكل كويس، زي مثلا 1-0، وزي يوم للستات تقريبا، وزي مسلسل بتاع احمد الفيشاوي وشيرين رضا، مش فاكر كان اسمه ايه بدون ذكر اسماء. في مجموعه حاجات برضو ما هي كانت بتنقل الفقر العويص اللي الناس بتعيش فيه، وهي دي الحقيقه. وطول الوقت اصلا السينما المصريه مسلسلات وافلام هي سينما شعبيه، انت ما عندكش قصه اصلا تحكيها غير الناس اللي في الحاره، انت ما عندكش قصه في المجتمعات الغنيه. وفعلا ده ما كانش بيحصل، كان في نوع من انواع الاكسكلودنج للطبقه الغنيه طبعا، لان ايفن حتى لما هي كانت بتتصور، كلنا عايشين في مصر وعارفين الطبقه الغنيه شكلها عامل ازاي، كانت بتبقى فيك جدا دايما، اللي هو سعاده الباشا لا على فكره الناس الاغنياء مش كده خالص، مش شكلهم كده، ده التصور النمطي. التصور النمطي كان خالد، مش فاكر خالد او باشمهندس خالد او حد، قال جزء ان الناس بتعمل افلام مش من وقع خبرتها او قراءتها او ثقافتها او وجهه نظرها الشخصيه. اللي بيحصل انه بيعمل افلام شبه الافلام اللي شافها، هو ما درسش او هو ما قراش او هو ما مرش بتجربه حقيقيه انسانيه حياتيه تخليه يعبر عن ده بشكل سينمائي، هو شاف افلام فبيعمل افلام شبه الافلام اللي شافها، هو ده المرجعيه بتاعته الوحيده، وده طبعا بيعمل هذه الماساه اللي بنعيشها. اتفضلي يا ايمان. بس انا منفعله الحقيقه، بالذات النهارده انا للاسف شفته، ما قدرتش استحمل لما نزلت النسخه، وهي نسخه عاليه الجوده على فكره، جامد جدا وحلوه وبالتترات وترجمه وحاجه، فواضح ان هي من المهرجان للاسف، يا كان يا جونا يا اني مهرجان اتعرض فيه. بس عشان اكون كمان امين، اضطريت انزل فمثلا بتاع ربع ساعه من الفيلم ما كملتوش، وعندي افكار كتيره بس عايزه احاول ارتب. لكن اول فكره جايه نطه في دماغي، ان اللي بيحصل ده كله الزوبعه دي بتخلينا فعلا تمنعنا ان احنا نناقش الفيلم من جوه الفيلم بقى فعلا. فللاسف ده يعني، وده اللي انا عايزين نقوله دايما لشريف ولغيره او اي حد بيطلع يقول على فيلم كذا بدون ما يبقى له وجهه نظر نقديه او فنيه عن الفيلم، ان انت اولا بتعمل بروموت بالعكس ليه، وبتمنعنا نناقشه لو هو فعلا مش حلو او في وجهه نظر او مش هتعرف تناقش. فاللي مضايقني زي ما بقولك انك ما بتقدرش تناقش، لان حصل زوبعه ملهاش اي ثلاثه لازمه حوالين الفيلم. ثانيا اللي انا عايز اقوله كمان، والمحزن في موقف شريف منير، ان يا جماعه الافلام دي ما بتخرجش بره العروض النخبويه، هيتعرض في مهرجان، هياخد اعلى جايزه في اعلى مهرجان يا سيدي شويه، وهنشوفه في زاويه، مش هيبقى تجاري باي حال من الاحوال. احمد صالح عامل فيلم ظريف بتاع المذابح بتاع اللي هو برضه مسموم، ولا عمرك هتشوفه تجاري، ما نزلش، مش هينزل، عمره ما هيبقى جماهيري. فيا جماعة اللي محزن ان انتوا من قلب الصناعة يا تامر، ناس تخرج من قلب المهرجان وتقول الكلام ده، انتوا يا جماعة المفروض تبقوا داعمين، ما تروحش تقول كلام شعبوي وكلام تافه من ده، وانت المفروض من قلب الصناعة كممثل كمخرج كمنتج تطلع تقول الكلام ده، وانت عارف ان في الاخر انتوا عاملين مصنع بتعرضوا في شغلكوا عشان تناقشوا مع بعضيكوا والسلام ومسك الختام. انت هتعمل حاجة مؤمن بيها، هتجرب فيها اللي انت نفسك فيه، هتطلع بره الكومفورت زون، هتعمل حاجة ترضيك، تشبعك فنيا وترضيك ماديا شوية، هتاخد جايزة. هنا في شخص قال هنا ان من ضمن شركة الانتاج كان حد في كان او حاجة كده، واتيفر بقى اللي بيسموها ايه الخصوصيات او ما وراء الحاجات كلها، هنبص نلاقي الفيلم ده مدعوم من حتة، مسوق من حتة، واتيفر، بس في الاخر في مخرج عنده فكرة وعايز يعمل حاجة وحاول يجرب وراح. يعني انا بالنسبة لي المرة دي الفيلم لطفته انه راح اختار فعلا بطلة وشها مش معتاد علينا، اللهجة، المكان. اللي يغيظ واللي يحزن انكم طالعين من قلب مهرجان تقولوا كده. انت يا شريف ياما ليك افلام في السينما بيدخلها الشعب، لكن دي افلام فعلا ده مكانها للاسف بس، وما بتطلعش وبترضي، يعني ده سكة في الافلام وبترضي مخرجيها وصناعها. ده احنا بنقعد نكتب كده برضو في الصحافة وفي الادب، الناس بتكتب للاسف لنفسها والتحقيق اللي هي عايزاه والجروب بتاعها. يعني انا دايما يسالوني في الصحافه الثقافيه مين هيقرا يا ايمان الشغل بتاعك، اقول لهم انا لما بتوع اخبار الادب يبقوا بيتابعوني وشايفيني منافسه، ده بالنسبه لي نجاح.
فاحنا احنا للاسف جمهورنا احنا بس، يعني احنا الدايره بتاعتنا والقراء احنا المنتجين واحنا المستهلكين. فاللي يحزن انك يا شيف تطلع وانت واحد من الناس الموجودين، وانت مثلت قبل كده في افلام زي ده وبتطلع ضيف شرف في افلام تانية، فكان موقف ساذج وعبيط. ويعني اللي يقدر يقول بعد كده انه في مؤامره، يعني ممكن نقولها لكم انتم ان كنتوا طالعين فعلا مش عايزين تدعموا الناس دي باي صوره من الاشكال، وده شيء سيء جدا. خالص خالص ايمان، كلام مهم جدا طبعا. وفكره انه ندي الفرصه لكل اشكال، احنا بنقول ان الافلام التجاريه البسيطه دي مهمه جدا للصناعه، وكمان الافلام النخبويه اللي بره الصندوق اللي فيها طرق تعبير مختلفه برضو مهمه، دي مهمه فنيا ودي مهمه للصناعه تجاريا، ومفترض يعني افتح جميع الطرق لجميع الناس، يعني دعه يعمل دعه يمر ببساطه يعني. فانا موافق جدا. انا ممكن اضيف حاجه بسرعه، معلش للدور الكسندر، بس شكرا والله ايمان، يعني الله يفتح عليك بجد، يعني كان كلام جامد جدا. لان انا كمان كنت عايز اضيف جزء بتاع ان حتى الناس نفسها بقى اللي بتنتج الافلام المستقله تامر، وانت يعني احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده كتير، بس فعلا الناس على قدها جدا. وانا كل الافلام اللي شفتها حتى اللي بتروح مهرجانات، ورد مسموم بقى ولا ويوم الدين ولا فيلم اللي هو بتاع اسمه ايه اللي قاعد اشتغل عليه تامر ست سنين، اخر ايام المدينه ولا مش عارف 10 سنين أو اخر ايام المدينه، وتقعد تتفرج على حاجات ليم جدا، اللي هو يعني انت بعد المهرجانات دي كلها اللي انت عمال تعملها وتتكلم عن الارت ونفسك والنقد اللي انت بتنقده للسينما المصريه، انت حتى ما عرفتش تعمل حاجه حلوه، يعني حاجه فعلا على قدها قوي. وبالنسبه للمهرجانات اللي انتم مقدمين فيها، لا في افلام افشخ بمراحل بكتير جدا، وجايبين انتايتلمنت مش فاهم جاي منين، ان كل واحد بيطلع كده برضه يتكلم انا اخدت مش عارف جايزه فين واخدت جايزه فين، بس فعلا العوامل اللي خلتكم خدت الجوائز دي مش ان انتوا شاطرين ومش ان الشغل كويس، هي عوامل ليها علاقه بحاجات زي اللي احنا قلناها قبل كده، سياسيه بقى ليها علاقه بالكوتا ليها علاقه بالدعم. يعني ايه هتظل وجهه نظر يا اسامه، طبعا وجهه نظر تحترم يعني، بس في الاخر خلينا برضه نتفق انه الذوق هو شيء نسبي جدا، وانه الانترتيننج شيء نسبي جدا. يعني انا في فيلم مثلا زي فيلم في فيلم تركي كان مهم موجود من كام سنه اسمه وينتر سليب، فيلم 3 ساعات تقريبا، الناس يعني ما كانتش قادره تكمله، وانا شفته مرتين ورا بعض مثلا. ده جزء كده دعوه بانه لغايه فين ذوقك انت رايح. في افلام ممكن تبقى بالنسبه للناس هي ممتعه وفنيه وجميله، وبالنسبه للناس الثانيه هي ليه، لكن ده يظل مشروع للجميع ومن حقك تقول رايك في الفيلم. عشان كده كلام ايمان كان مهم، انه لما بيحصل زوبعه من بره السياق فبتاثر على انك عايز تقول رايك الحقيقي، لانك هتحسب بقى فجاه بقى في معسكرين، فجاه بقت حرب، ما بقتش اراء. فده كلام مهم جدا بالظبط. اللي بيحصل مش لصالح الصناعه خالص يعني، وزي ما بقول لك المؤسف ان فنان يطلع يقول كده، مش مثلا عامل في مصنع، يعني احنا الكتب بتتمنع عشان عامل في مطبعه بيمنعها اقرا حاجه ضد النبي ولا ضد الرسول، لكن ده انت فنان فالمفروض يبقى عندك رؤيه ابعد من كده بكتير، ما تبقاش بالشعبيه دي، ما تطلعش تقول ده بين الفقر مش عارفه ايه وستاتيكا. يعني احنا نفسنا يعني وجهت النظر الاعلام لحاجه بره لسياق الفيلم خالص، كان نفسي بقى يتناقش الناس الجامده اللي بتفهم دي وقاعده في الصاله، تطلع الصحفيين المتخصصين في النقد الفني يطلعوا يقولوا، ما حدش حتى هم يعني انا سامعه وشفت كتير بوستات ان اعظم فيلم شفناه في الوجود والراجل مخرج يعني، ولقيت لا لقيت في اوفر في فعلا في تقييمهم للفيلم المره دي، فده فعلا بيضيع، ما بيخلكش تبقى محايد خالص، بيضيع بيودي النقاش في حته بعيده. صح جدا صح جدا صح جدا، متفق معاك تماما. اتفضل استاذ الكسندر. مساء الخير على حضراتكم. يعني بصراحه الحديث شيق، ويعني في بعض الاراء كانت بتحمل يعني رؤيه فنيه متكامله وبتعبر بشكل جميل بصراحه، ومناقشه في اطار موضوعي ومحترم، وهو ده المطلوب في اي عمل بيتم انتاجه، مش بالضروره يكون يعني عمل فني بس، لا عمل فني رياضي ثقافي اجتماعي سياسي ايا كان، لازم يكون الاطار الشامل لمنظومه العمل هو الاحترام. انا مش عايز بقى يعني ابعد كتير عن العمليه وعن الموضوع، وعايز اكون اكتر يعني تحديد، عايز اكون محدد اكتر، ونتكلم بخصوص فيلم ريش واللي حصل، الضغط اللي حصل بخصوص موقف بعض الفنانين وخروجهم من صاله العرض. يعني من وجهه نظري
يعني برضو العمل الفني بيكون في المتلقي او المشاهد دوره ما بيختلفش، يعني هو طبعا مختلف من حيث الماهية وما الى ذلك، لكن بشكل كبير المتلقي او المشاهد برضو هو ليه دور ودوره مهم عشان يتم العمل، والتعبير عن يعني بحرية عن رأيه هو امر طبعا مكفول، يعني حتى لو الفيلم ما عجبهوش او حاجة من هذا القبيل هو حق مكفول. لكن يعني انا شايف ان خروج الفنانين من السينما هو موقف إلى حد كبير ما تعرضش، يعني هو ما شدلهمش الفيشة وما فرجهمش على بقية الفيلم ولا أي حاجة، هو خد بعضه ومشى من السينما. بس بعض الجهات الإعلامية، حتى مش هنعمم، بعض الجهات الإعلامية حاولت تحمل الموقف بعد سياسي، يعني يتماهى مع توجهات سياسية للجهات الإعلامية اللي نقلت الموضوع وتناولته بطريقة بصراحة يعني لا ترقى للموضوعية ولا للمهنية، هو بس مجرد تحميل بعد سياسي لموقف بسيط وطبيعي جدا. وزي ما في حد ما عجبوش الفيلم، في ناس تانية عجبتها صحيح. الفيلم، بس ما ينفعش نسقط على كل شيء بشكل سياسي. دي مداخلتي بشكل سريع، حقيقي واتمنى ما اكونش يعني ازعجت حضرتكم خالص. برؤيتي البعيده تماما على موضوع الكلام كما لا تعلم. بالعكس، كلامك مهم جدا جدا يا الكسندر، لانه الحقيقه انه المتلقي هو الضلع الاخير في الحدوته. انا هعمل كل ده سواء بقى ادب، فن، شعر، فن تشكيلي، ايا كان اللي هعمله، لو ما فيش متلقي العمل ده هيفضل ناقص. فالمتلقي جزء مهم من المعادله، والجزء الاهم بقى اللي هو النهايه بقى، ده الشط اللي بترسه عنده كل السفن، وهو رايه مهم، وهو الجمهور مهم، حتى لو ما عندوش الذائقه او الثقافه النقديه اللي تخليه ينقد بشكل فني، هو انطباعي، وده مهم، وده جزء، والانطباعيه اصلا هي مدرسه من مدارس النقد بشكل ما. فبالعكس كلامك مهم جدا، وطبعا الجمهور ليه راي، ومن حقه يمشي من السينما، ومن حقه ما يعجبوش الحاجات، ولكن تحميل بقى المواقف فوق ما تحتمل، هو دي المشكله الحقيقيه. انا معاك جدا، موافق. استاذ نور اتفضل. تحياتي لكم جميعا، ويعني انا سعيد جدا بالروم، وهدخل في الموضوع اتفضل. على طول. هو طبعا الجزء بتاع موقف الفنانين يعني اللي حصل في المهرجان، انا شفته ان هو في شكل من التربص يعني بالفيلم، لانهم عارفين اللي هيتعرض ايه، فكان ممكن من البداية ان هم يعني لو هو واخد موقف من الفيلم ده وشافه قبل كده مثلا في كان او سمع عنه، فممكن كان ما يحضرش الفيلم، لكن هو في تربص، لان اللي عملوا الفيلم بصراحه من وجهه نظري يعني تحيه، وبنشكر الاستاذ عمر الزهيري عليه، انه يعني اولا الكاست كله اول مره مثلا نشوفه، ما فيش حد من الوجوه المالوفه اللي هو يعني حاجات كلها زي السينما الاجنبيه او السينما الغربيه بتعمل، يعني مثلا سبايدر مان كله بأجزائه شخصيات ما كانش حد يعرفها، ومع ذلك برضه حقق النجومية. فهو ده النوعية اللي هي بتاعت الأساتذة مثلا الأستاذ شريف منير أو اللي سابوا السينما وقاموا، النوعية إنه خاف على البساط مثلا، أو يعني على الأقل على يعني زي ما كان بيقول خالد الصاوي كده فترة من فترات، بيقول لك إحنا عيلة مع بعضينا، يعني هم خافوا إن يبقى ده توجه، لو الفيلم ده فعلا يعني الجمهور شافه او حبه او بقى ديت الفتره القادمه هتبقى لنوعيه النجوم الجداد اللي محدش يعرفهم خالص، فطبعا الناس ديت بتاخد ملايين الملايين بدون ما يعملوا اي مجهود، فده طبعا هيؤدي ان ممكن يجيبوا ناس شبان جداد باقل تكاليف، ويظهر افلام كتيره بالنوعيه ديت طالما في منتجين ومخرجين ممكن يقوموا بده. فده كان نوع من التربص، ده وجهة نظري للموقف اللي هو حصل. لكن الفيلم نفسه انا شايف ان الاستاذ عمر الزهري بصراحة يعني انا فكرة انه الانسان يجرب، الفنان يعني على وجه الخصوص انه يجرب، دي فكرة جميلة جدا، يعني هي التجربة هي اللي هتخليك تعرف انت تعمل شيء قيم امتى، او يكون عندك خبرات في المستقبل، فدي تجربة مهمة كنا عايزين فعلا محتاجينها في مصر. وفي افلام كتير موجود حصل منها، بس طبعا عشان يعني بتواجه بنوعيه اللي شريف منير وغيره فبتقع، او ما بيتسلطش عليها الضوء فبتروح، يعني في ناس كتير كده. فهي الفكره ان اللي عمله عمر الزهيري فعلا اثار الناس دي، فجعل يعني زي ايه عدوك ابن كارك جه في منطقتهم، ده انت جاي في ارضنا وبتحقق نجاح،
فازاي بقى يعني الامر فيه زي ما بعض الاخوه الاساتذه قالوا من شويه ان فيه يعني غيره فنيه، بس هل الغيره الفنيه تجبرك انك تقوم من مكان وتطلع في الاعلام تتكلم برضو ان ده بيسيء ومش بيسيء؟ مفيش حاجه اسمها تسيء لحاجه، يعني ده فن. الانسان ممكن يقدم كل شيء فيه من وجهه نظره، قدم انت كمان فن بسيط، هات نجوم جداد لكن ما يقدروش يعملوا ده، لان ده الملايين هتروح منهم. يعني رمضان اللي فات في مسلسلات، هل ديت مصر مثلا، او هل ديت دي السينما، او هل ديت التلفزيون اللي كان فيه ليالي الحلميه وكان فيه ارابيسك وكان فيه الحاجات دي كلها، هل ده يقارن يعني ولاد الجدعانه والحاجات دي؟ فطبعا امور يعني الاستاذه ناديه الجندي مثلا كانت بتعمل الشهيده اللي كانت ماتت في كل افلام، ده برضو كان بيأدي يعني حاجات قويه. بس اهو حلو، احنا نفسنا يكون في 100 فيلم مصري في السنه، 100 ده حلو للجمهور، حلو بيثري الحياه السينمائيه في مصر. لكن ما تلاقيش هم محافظين على بعض، مجموعه بتقفل على اي حاجه، بيحتفظوا بكل ما عندناش. مثلا فيلم الاقاليم، الراجل جاب ممثله من المنيا، فما شاء الله يعني، ده فعلا يعني بحييه جدا جدا جدا، ولازم يعني فعلا من واجبنا ان احنا نقف مع الفيلم دوت ونتفرج عليه مره واثنين وثلاثه، ونخلي الناس تتفرج عليه عشان نجبر الناس دي انها تتراجع عن موقفها، اللي هو يعني التربص بمثل هذه المواقف. شكرا لكم واسف على التعب. بالعكس، وانا متفق معاك جدا، وحابب اقول حاجه مهمه قبل بس ما اروح للاستاذ جاكسون واسمع بس مداخله تمو. حاضر يا مو، حاضر. بس هقول بس حاجه صغيره، انه انت اثرت نقطه مهمه جدا، انه اللي انا كنت بتكلم فيه الافلام التجاريه مهمه والافلام التجريبيه، يعني ادي الاكستريم، الاثنين الاكستريم خالص عن بعض، الاثنين مهمين، لانه عن طريق التجريب احنا هنتوصل بطرق تعبير جديده ومختلفه، وده هيفرق مع صناعه حتى الافلام الشعبويه التجاريه كلاس بي ايا كانت المسميات. التجريب بيفرق في انه بيساهم في تطوير شكل التعبير البصري والحكي البصري، ده جزء مهم. والجزء المهم الثاني انه فعلا كانه وجود فيلم مختلف ومتميز، اللي هو بنقول دايما عليه فيلم مهرجانات، هو ده مكانه يا جماعه، هو المفروض يبقى موجود في مهرجان، لكن فجاه بقى في كانه المهرجان ده لازم يبقى جواه الافلام المينستريم، واي فيلم مختلف وكده كانه ده مش مكانه. ما هو من حقه يبقى في المكان ده، دي بيئته الطبيعيه اللي بيتواجد فيها افلام المهرجانات، فانت ازاي تعترض على وجوده في مهرجان؟ وايه اللي جابه المهرجان؟ هو فيلم مختلف. لكن طبعا لانه اللي اتقال هو انه مش بقى فيلم ضعيف فنيا زي ما موجود، لا ده فيلم بيوسي، فشكرا المعركه نقلت لحته ثانيه خالص، وده جزء مهم. انا عايز اقول ان المشكله ان الثلاث فنانين اللي قاموا كل واحد فيهم عمل دور، يعني احمد رزق عمل فيلم ثقافي مثلا، وكان برضه مش مسيء للبلد، كان مسلط الضوء على حاجه معينه. عندك اشرف عبد الباقي فيلم الكباب والارهاب اللي هو بتاع عادل امام، كان عامل دور عسكري يعني عايش في استبداد ومظلوم ومطحون وكده، وطبعا فيلم شريف منير في الكتكات. فانت بتحلل الحاجه لنفسك، حريه التعبير لنفسك، وبتحرمها على غيرك، وبعدين انت كنت قعدت على الاقل كملت الفيلم لاخره وبعد كده احكم عليه وقول رايك، ما انت برضه حر ان انت تقول رايك. بصراحه يعني حسيت ان هم منافقين جدا بعد ال ده ياخدنا بقى كمان الكلام عن انه هو انت الممثل بقى، هل انت كممثل ايه دورك؟ انا فاكر العظيم انتوني هوبكنز مره في لقاء كده قال انه بيستغرب جدا من الممثلين اللي بياخدوا السكريبتات ويبداوا بقى يقول لا انا هقول ده، لا اصل انا شايف، لا اصل انا كده. وقال جمله لطيفه جدا، قال انت ممثل شغلتك تخش اللوكيشن، انت وافقت على الكلام ده، مضيت عقد مع المنتج، انت موافق انك تعمل هذا الفيلم، قول الكلام اللي مكتوب لك ده واعمل الحاجات ديت، بس اعملها كويس، ده دورك، انت مالكش دور بره ده. وهذا انتوني هوبكنز بقى بهذا السي في الضخم، يعني ده رايه، وهي دي حقيقه. انت لغايه فين عندك؟ بس طبعا ده مش معناه ان احنا بنصادر على الناس تقول رايها خالص، بس فكره انه انت الممثل دوره يعمل شغله، لكن انه يبدا يتجاوز ده لانه يبدا يصدر احكام بقى اخلاقيه تجاه الافلام، احنا دخلنا بقى في ديلمه تانية خالص. وارجع تاني اقول النقطه المهمه اللي قالتها ايمان، نقلت المعركه لمنطقه تانية مش منطقه فنيه خالص، مع انه دورك انت كفنان تحافظ على الفن من انه يخش في المعارك الجانبيه دي وتفضل معارك فنيه بس او النقاش فني بس. ده كلام مهم جدا. عايز الفت النظر لموضوع ان احنا بنحمل الشيف موني عمله حاجه سياسيه مش حقيقتها وبنحملها اكتر من طاقتها، لا اكشري اللي هو عمله ده موقف سياسي بحت، حتى لو السياسه دي مش معنى ذلك يعني سياسه يعني حاجه ليها علاقه بالدوله، لا هو موقف هو بيعمل موقف ان هو موقف اعتراض سياسي، وعلى فكره حقه ده في حد ذاته حريه
ان هو يعترض على حاجه بحيث ان هو يقوم ويسيبها، ده حقه. ولكن احنا بنقيم الاعتراض ده والكونت بتاع الاعتراض، احنا مش هنقول له لا انك هتتفق وتقعد جوه، لا احنا بس بنقيم الاعتراض السياسي ده او ايديولوجي. ايديولوجي ماشي، ايديولوجي. فاحنا يعني لازم يعني نسميه اللي هو، احنا مش احنا اللي كبرنا الموضوع، هو عمل موقف ايديولوجي واحنا بنقيم الموقف الايديولوجي ده، مش تكبير مننا الموضوع، هو اللي كبر الموضوع. صح، موافق جدا جدا. استاذ جاكسون، اولا مساء الخير. انا وجهة نظري بشوف ان السينما هي صناعة فنية تجارية من الدرجة الاولى، ولا حبذا يعني، وحبذا لو كانت هذه الصناعة لها رسالة سواء اجتماعية او نفسية. ولكن لو الفيلم اللي انا بقراه ان هو لوحة فنية، لو ما فيش وراه رسالة اجتماعية او نفسية، انا ما عنديش ادنى مشكلة معاه. ليه؟ لان الفيلم يبنى على اشياء كثيرة، ليست قصة ولا رسالة فقط. الفيلم يبنى على اخراج، ويبنى على موسيقى تصويرية، ويبنى على الافضل والاعظم ولو هو التمثيل. تمام؟ فانا مستغرب من موقف الفنان شريف منير، وليس شخص شريف منير، بستغرب من الفنان شريف منير ازاي انت كفنان في مطبخ صناعة السينما تختلف مع القصة، ومش مدي لحضرتك مساحة انك تركز في الجوانب والكوادر الاخراجية والتمثيلية والموسيقى التصويرية الاخرى. انت حكمت على فيلم بنسبة القصة فقط، تمام؟ لو هنتكلم عن جانب ودافع الغيرة الفنية، ليه؟ لأن أنا كلامي كله موجه للغيرة الفنية دون الدخول لسبب سياسي. لك أن تتخيل للأسف أن السينما المصرية من أول 5 دول على مستوى العالم دخلت فيها السينما وهي مصر، تمام؟ لم يرشح لها فيلم منذ 1958، ألا وهو فيلم باب الحديد للعظيم يوسف شاهين، لم يرشح فيلم مصري لجائزة الأوسكار. على أي أساس تتكلم على الغيرة الفنية وأنت في مطبخ صناعة السينما وتعلم أن الأفلام الواقعية هي التي تصل إلى الجوائز وتصل إلى الأوسكار؟ تمام؟ ولك أن تتخيل حضرتك أن صناعة السينما في إيران مبنية على مخرج واحد اسمه أصغر فراهيدي. المخرج ده عنده فيلم اسمه أسيبريشن، فيلم حائز على أفضل فيلم أجنبي، تمام، في الأوسكار. إيران، خلينا متفقين إن إيران فيها كبت حريات سينمائية، ومصر في مراحل كبيرة عنها وبعيدة عنها في الحريات السينمائية، ولكن إيران استطاعت بمخرج شايل سينما على كتفه إنه يوصل لأوسكار ويعمل فيلم محترم بتكلفة محترمة وبيتكلم عن مشكلة اجتماعية. أوكي. في جانب تاني، لو هنتكلم على الغيرة الفنية للفنان شريف منير، سنة 1972 تم إنتاج فيلم ذا جاد فازر، الفيلم اللي حرفيا غير في صناعة السينما على مستوى العالم، ما غيرش في صناعة السينما في أمريكا بس، غير في صناعة السينما على مستوى العالم. هذا الفيلم، هل في فنانين أمريكان وهل الشعب الأمريكي طلع وقال إن هذا الفيلم يسلط على المافيا الأمريكية وتحكم المافيا الأمريكية في الشارع الأمريكي؟ ما حصلش، ولكن حصل العكس. الحكومة الأمريكية كانت بتتم عمل توافق ما بين المافيا الحقيقية وما بين صناع فيلم ذا جاد فازر عشان يطلعوا في فيلم أو لوحة فنية محترمة. تمام. وأخيرا، أنا أرى أن ما بعد 1997، يعني عكس ما قاله الفنان أحمد السقا، أن مصر للأسف دخلت في وحل فني وما طلعتناش من الاختناق، وباستثناء أعمال قليلة، عشان أنا أكون منصف، يعني باستثناء أعمال قليلة تعد على الإيد يعني. وانا بعتذر على الاطاله والاطاله، وبشكر حضرتك جدا على الروم الجميله. شكرا ليك انت على المداخله الكريم. وانا عايز بس انوه بس حاجه مهمه برضو من كلامك، انه
الاوسكار جايزه مهمه طبعا لا ننكر اهميتها، بس في الاخر هي بتعبر عن توجه الاكاديميه الامريكيه، وهي جايزه بتمنح لعمل واحد بس من العالم كنوع من التواصل ما بين الصناعه السينمائيه في امريكا والعالم وبتاع. لكن هي في الاخر المهرجانات المهمه، برلين بقى وفينيسيا وكان، وفي مجموعه مهرجانات مهمه دوليه، والتمثيل حصل تمثيل مصري على مدار السنوات في مهرجانات مهمه كتيره من دي. فبس انه الاوسكار جائزه مهمه وكل حاجه، بس هي احدى الجوائز، وقد لا تكون بنفس اهميه جوائز المهرجانات الثانيه الاقدم واللي بتخاطب انواع اكتر من الانتاج العالمي، ودايما فيها فرص لافلام كتير تتنافس جواها من كل انحاء العالم. طيب انا ممكن ارد بس حضرتك في جزئيه الاوسكار. تمام. جيم كاري يعني حائز على 2 جولدن جلوب، حضرتك عارف قيمة الجولدن جلوب، ولكن في لقاء يعني واضح وصريح من جيم كاري قال انا لم، يعني هو بيقول ان انا ما خدتش جايزة ما دام انا ما خدتش اوسكار. وعشان كده بقول لك هو مهم للصناعة الأمريكية، بس بما ان الصناعة الأمريكية هي الصناعة الأهم تجاريا، ولان انا كمان فاهم المنطلق اللي بتتكلم منه، فاهم وجهه نظرك انك شايف انه في الاهم الجزء الاهم من السينما هي كونها صناعه وكونها بتعمل افلام تجاريه، ده الجزء المهم اللي يضمن استمرار هذا الفن، ويفضل دايما فيه على هامشه كده التجارب الجميله الانسانيه اللطيفه اللي بيحاول دايما الصناع يوصله للطريقه الوسطى كده بانه يعمل فيلم يحمل القيمه الفنيه والهم الاجتماعي ووجهه النظر، ويفضل في نفس الوقت جماهيري وقادر الناس كلها تستهلكه. طبعا بالظبط. طب انا متفق مع حضرتك في جزئيه كمان، يعني ليس من الشرط ان الفيلم لم يحظى بجوائز اوسكار ان الفيلم ده ليس الفيلم الافضل. اكبر مثال على كده سنه 1994، والسنه دي بالنسبه لي اعظم سنه في السينما على مستوى العالم. السنه دي تم انتاج شوشنج وبالب فيكشن وذا لايون كينج وكم عظيم الافلام. تخيل ان شاوشينك اللي هو يعد من اعظم الافلام على مر التاريخ، الفيلم ده لم يحظى بجائزه اوسكار واحده. ليس شرط، انا كلامي ليس شرط. فيكشن واخد جائزه في كان، مش في يعني بالظبط. طبعا بالزبط. طبعا انا معاك فمتفقين. لا بالعكس متفقين، هي فكره انه كمان اصلا فرهادي راجل بيتكئ على تراث ضخم جدا من السينما الايرانيه اللي فيها بقى عباس كيارستمي وفيها مخلن باف، يعني في اسماء كبيره جدا جايه من الاعتراف الدولي كمان بيهم، وان هم قادرين يعملوا سينما تخاطب الانسانيه. وده بقى يقودنا بقى للكلام عن الجزء المهم بتاع انه الفيلم بيخاطب حتى لو كان مغرق جدا في قضاياه الاجتماعيه والمحليه، وهو هو قادر يخاطب الانسان بشكل عام، فاي مواطن من اي دوله يقدر يشوف الفيلم ويتعامل مع المشاعر اللي موجوده فيه بغض النظر عن انتمائه للمجتمع اللي الفيلم ده بيعبر عنه. ده جزء مهم جدا، ودي الافلام اللي بتعيش. فاحنا لما بنتفرج على افلام من الافلام اللي هي علامات في تاريخ السينما، اللي هي لكونها بتخاطب الانسان في المقام الاول، فانه ده بقى اللي ياخدنا بقى لتفسير كلمه الصدق الفني. الصدق الفني انك تعمل حاجه تعبر عنك كانسان، حتى لو كنت بتناقش قضيه في قمه الاجتماعيه. يعني مثلا فيلم باراسايت ده هو بيناقش قضيه كوريه بامتياز تماما، لكن الحقيقه ان هي انسانيه في المقام الاول، من كتر ما هي بتعبر عن البني ادم الانسان، هموم الانسان في اي مكان في العالم. ده جزء مهم طبعا في الافلام، وهو دي محاولتنا للوصول ده. فضل. ممكن اضيف اضافه بس. تمام. يعني أنا دايما بقول على المتلقي إن يفرق ما بين أفلام النخبة وأفلام المهرجانات وأفلام التجارية. في فرق كبير من الثلاث أفلام. تمام؟ أفلام النخبة بتواجه النقاد أكثر من الأفلام التانية. أوكي؟ أنا أتذكر يعني لكي لا ألوم على صناعة السينما في مصر بس، أنا بألوم برضو على المستهلك. أنا أتذكر سنة 2011 بعد الثورة كان موجود في السينما المصرية فيلم صرخة نملة لعمرو عبد الجليل بجمال الفيلم ده عامة، وفيلم شارع الهرم. حرفيا صرخة نملة سقط، فيلم فشل تجاريا، وشارع الهرم هو اللي نجح في شباك التذاكر. فالمشكلة كلها مش مشكلة صناعة سينما، ولا مشكلة مخرجين، ولا مشكلة تجارة في مصر في السينما، لا هي حلقة وصل ما بين المستهلك وما بين صناعة السينما. نعم. وأنا بعتذر جدا عن الإطالة. كلام مهم جدا طبعا، وكمان فكرة إنه
ان المتلقي يبقى عنده القدره على التمييز ما بين الانواع المختلفه دي، منطقه يعني مهمه جدا يعني. نتمنى يعني بشكل ما الصانع يبدا يبقى مساهم في انه يوصل الوعي ده للجمهور. استاذ يحيى اتفضل. انا والله جيت كده من شويه وسامع الحوار بتاعكم، الحوار لطيف جدا. انا سينمائي، ام فيلم ميكر باي ذا واي يعني، ده كلام مهم مهتم أرجوك كلنا بقى. باللي بيحصل. مهتم باللي بيحصل، وعجبني ان شريف منير طلع قال الفيلم وحش، وعجبني ان هو انسحب، وعجبني ان ممثلين تانيين وناس تانيين قالت الفيلم حلو، وعجبني اللي بيحصل، المشهد اللي بيحصل ده كله، لان هو مشهد سينما. هي دي السينما يا جماعة، هي السينما، مش بس السينما ان احنا بنتفرج على فيلم ونحلل الفيلم ونبقى كفيلم ميكرز بنبص على الفيلم، ليه حط النور من هنا وليه استخدم العدسة دي وليه الله. حصل كذا يعني خالص. هي اصلا السينما كلها واللي بيشتغلوا فيها وكل الحاجات دي، احنا حياتنا كلها فيلم اصلا، بنشوف كل حاجة في حياتنا مشهد فيلم. فده الفيلم الكبير اللي على السينما دلوقتي، ان شريف منير بيقول لا على ريش، وناس تانية الله بتقول اوكي الله على ريش، واحنا قاعدين دلوقتي بنتكلم على ريش. وده نوع من انواع الماركتينج اللطيف جدا جدا جدا، ان with zero budget لماركتينج الفيلم، لان هو فيلم مهرجانات زي ما ناس بتقول ان هو فيلم مهرجانات، لان هو ارتستيك مثلا او سرياليستيك او وات ايفر المدرسه بتاعته ايه، فيحصل له ماركتنج ان الناس تبقى تقول ايه ده، لا انا عايز اشوف ايه اللي كان عليه شريف منير مع محمد قبلي ومع فلان، وانسحبوا من السينما ومش عارف ايه، ومهرجان الجونه والفساتين، ولا في ندوات بتحصل لمخرجين مهمين او فيلم ميكرز مهمين. وفي فيلم تاني في الجونه برضو، الفيلم ده اسمه بتاع كباتن الزعتري، فيلم ديكومنتري لطيف، والمخرج بتاعه صديقي يعني العربي علي طبعا العربي، من جميل ألطف جدا. طبعا من ألطف الناس وأجمل الناس، ومنى الشيني هي مديرة التصوير. الموضوع لطيف جدا يعني، الموضوع لطيف يعني. في معلومة مثلا من الحاجات اللي هو جوه الفيلم بتاعنا الكبير بتاع السينما ده، إن في ولد مصور من المصورين اللي كانوا في كباتن الزعتري، الولد ده بيتكلم بس ما بيسمعش، وفي نفس الوقت مصور شاطر جدا اسمه أحمد أونة لو حد يعرفه مثلا. ايوه طبعا طبعا انا دي عارف. كيس تانية، وده قصة تانية تقدر تعرفها عن الفيلم وتقول الله ده فيه كان ولد بيعمل كذا 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 وشاطر للدرجة دي ان هم يطلعوا الفيلم ده. وهو كل الموضوع، كل الاندستري كلها هي كلها فيلم، ما نقدرش نحكم عليها، ما نقدرش نقول الفيلم ده لا لازم يبقى مهرجانات، لا الفيلم ده لازم يبقى كوميرشال، لا الفيلم ده وحش. مفيش فيلم وحش، كل الافلام حلوه. الله الله قصة الحي الشعبي ده حلو، افلام السبكي الهابطة حلوة للناس اللي بتحبها، بالظبط بالظبط. الذوق امر يعني نسبي كل جدا. واحد للي يحبه، وكل واحد للي يحبه. بالظبط. يعني انا افلامي دخلت مهرجانات واخدت مهرجانات وفشلت في مهرجانات، وحاولت اعمل حاجات كوميرشال، وحاولت اعمل كذا كبروديوسر يعني، بس بنحاول وبنعيش الفيلم اصلا في تجربتنا، ان هو هي مجرد فكره اللي اتقلبت سكريبت، اللي بنعملها سيناريست، بعد كده بنعمل بري برودكشن، بعد كده برودكشن بنصور، والمونتاج والمزيكا وكذا، وكالر جريدنج، ما ده مراحل الفيلم ده كلها. ما هو بالظبط. فيلم اصلا كل مش في اللي صراع، هيعمله طالما في فيلم كونفليكت بقى في دراما بقى في فيلم. بالظبط. ايوه، بس فليه بنشوف بقى المشهد ان نبقى ضد شريف منير؟ لا مع شريف منير، لا مع كذا، لا مع كذا، لا ممنهج، لا مش عارف. هو فيلم، هو فيلم، واحنا بنتفرج يا جماعه، احنا كلنا بنتفرج، كلنا عايشين فيه، كل واحد فينا اصلا قصه يعني، حياته فيلم. انا بشوف السينما طبعا كده يعني، اللي بيشتغل في السينما بيشوف بالظبط حياته كلها بالظبط سينما. بالظبط. فهي كده، ليه بقى نقول انه ازاي شريف منير يعمل كده؟ طب اتفرج على الفيلم الاخره يا سيدي، هو اختفى لحد هنا. اشرف عبد الباقي ازاي يعمل كده؟ هو طب ما اشرف عبد الباقي ده هو اللي عمل ليا بنفسي، رضوان الكاشف بقى. هو اللي عمل ليا بنفسي، حقيقي. وهو عمل حاجات كتير جدا برضو، ارتيست طبعا 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 طبعا. يعني فعادي،
هو وجهة نظره كل يوم، البني آدم البرسبكتيف بتاعه في الحياة بيختلف وبيتغير عن منظوره الأشياء، فهم منظورهم دلوقتي اتغيروا بقى كده. ده كلام مهم جدا جدا جدا، وكلام كمان ياخدني للمفترض، كان المفروض النهارده الموضوع الروم، يعني قبل ما تحصل الجلبه بتاعت مهرجان الجونه دي، كان المفروض هنتكلم عن السينما قبل وبعد السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا اثرت ازاي على السينما وبتاع. فكلامك ده ينفع جدا جدا في الموضوع ده لما نناقشه الاسبوع الجاي ان شاء الله، واتمنى تنورني وتنوروني كلكم عن فكره انه الجدل اللي حصل وكيف تلقفته وسائل السوشيال ميديا، وازاي احنا بقى الناس كلها بدات تتكلم، فبدا يحصل حوار وديبيت حوالين السينما وحوالين دور السينما وحوالين مفهوم السينما وحوالين نوع السينما، وده كلام مهم جدا. وكده يا تامر نبدا نفكر ان احنا لينا طرق تانية، كمثلا لو حد بيعمل فيلم اندبندنت او فيلم مستقل او كذا، ان في طرق كتيره دلوقتي نقدر نتبعها ان احنا نعمل ماركتنج، طرق كتيره ان احنا نقدر نجيب فند طبعا، مثلا لو من الجونه فيستيفال او من كذا او من كذا. طبعا وسع بيوسع فينا اكتر، نبص للكلمه البوزيتيف في بوزيتيفيتي كتيره جدا، انه احنا دلوقتي تقدر تعمل زيرو بادجت ماركتنج جامد جدا. بالظبط بالظبط بالظبط، وزي ما المثل البسيط المباشر الساذج اللي بيقول الحاجه ام الاختراع بمنتهى البساطه والله العظيم، لما اتكلمنا عن السينما الايرانيه من شويه، ان هم الناس عشان عندهم معوقات كتير فلقوا فابدعوا حلول تانية على مستوى السرد وعلى مستوى طرح الافكار وعلى مستوى المواضيع اللي بيناقشوها، يقدروا يقولوا من خلالها وجهه نظرهم من غير ما يتصدموا مع الاشياء اللي بتعوق الصناعه. فهذه الفكره دايما، انه تمام بقى في دلوقتي ديبيت وفي ازمه وبتاع، ده يخلينا نفكر في حلول طول الوقت كصناع بقى، الخطوه الجايه ايه، فيدفع الموضوع لقدام، يزقنا زقه لقدام. فدي وجهه نظر، طبعا وجهه نظر عظيمه جدا. جدا اللي عايز اقوله بقى ممكن اقولها كنصيحه عامه لينا كلنا، وانا اقولكم وانصح نفسي بيها، يعني بلاش نقعد نحلل في الموقف عشان الموقف بيسبقنا، بمعنى انه بلاش نقعد نحلل ايه اللي بيحصل في اي موقف حصل في السينما، لا يلا نكوب، يلا نكوب مع اللي بيحصل ونطلع بروجكت. بالظبط بالظبط، لان ده هيعطلنا ان احنا نعمل بروجكت اكتر. الشباب الجديده، انا يعني انا مثلا في مدير تصوير بشتغل معاه اسمه مصطفى فتحي، ده اللي هو صور 21 بتاع ويدز، اوكي ده شاب عنده 23 سنه، شاب عنده 23 سنه. انا دلوقتي وانا عمري 31 لو ما وافقتش ان انا اشتغل معاه واشوف افكاره دي حاجات مبدعه جدا وحاجات كويسه جدا، انا مش هبقى ابديتد اصلا للي بيحصل في الماركت. اي صح طبعا، في شباب زي ويجز عنده 21 سنه ولا 22 سنه ما شاء الله عليه دلوقتي، احنا حياتنا بتتغير يا جماعه، احنا دلوقتي الاندستري كلها بتتغير، وبقى في السوشيال ميديا محركه الموضوع بسرعه جدا 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 جدا. يعني من خمس سنين احنا عمرنا ما سمعنا عن ويجز ومروان بابلو والنوع المزيكا ده والتراب وكذا وكذا وكذا، اخرنا كنا بنسمع امينيم راب واحنا صغيرين وتوباك والحاجات دي، كنا نبص عليهم يعني ان هم برضو مجتمعنا مش هيستحمل حاجه زي كده، لا بقى موجود موجود بقى بكل بقى تداعياته بقى البصريه والسرديه وكل حاجه. طبعا طبعا جدا، انا بشوف شباب بحضر معارض لشباب صغيره بتعمل فيجوال ارت مش طبيعي، رسم مش طبيعي، نحت مش طبيعي، حاجات قويه جدا، فوتوغرافيا مش طبيعيه، واحنا لسه بنحلل، لا يلا نكون معاك. موافقه جدا جدا، الله ينور. هو يا تامر بس لو تسمح لي يعني برضو اوضح نقطه كده، لو ينفع يعني. هو بس الفكره في ايه، احنا مش بندافع عن فيلم بعينه او الموقف اللي احنا بنحاول ان احنا ناخده ده، مش عشان ننصر طرف على طرف، لا احنا بس بنحاول ان احنا اولا نتريق على ناس، او مش نتريق بالمعنى ده، ان احنا نحاول نقلل ناس او يعني نخلي الناس تتواضع شويه من ناس هي فعلا بيقولوا بالمصطلح الانجليزي so full of themselves، يعني هم من كتر المديح المزيف اللي حواليهم ومن كتر ما هم الناس محساهم ان هم شايلين صناعه السينما على كتفهم، فهم حسوا ان هم ممكن يكون ليهم راي او ممكن يكون ليهم القدره على ايه اللي يتعرض وايه اللي ما يتعرضش. احنا مش بندافع، فهو الفيلم ممكن يكون وحش، انا ما شفتوش حازم، انا مش ضد فكره الروم خالص، انا فاهم، لا انا قصدي انا مش بتكلم على النقطه اللي طرحتها، انا بتكلم عامه ان احنا مش بندافع عن فيلم، احنا مش بندافع عن عمل معين، هو الفكره في ايه، ان في واحد مثلا باخر 10 سنين في حياته هو ما قدمش حاجه تذكر،
شايف ان ليه حق ان هو يقول ايه اللي يتعرض وايه اللي ما يتعرضش وايه اللي مسيء وايه اللي مش مسيء، فاهم قصدي؟ فهو احنا ده كان، انا شايف ان ده الغرض من الضجه اللي معموله حوالين الموضوع، ان انت بتقول لا انا هقوم عشان الفيلم ده وحش. طب هو حضرتك مين؟ انت ليه يعني مثلا زي مثلا ايه مثال حسن ابو الروس، يعني هذا الشيء او هذه الظاهره الغريبه جدا اللي هو شايف نفسه ان هو دمه خفيف، او هو خالق حاله من الكوميديا او حاله من خفه الدم، هو شايف كده، وفي ناس حواليه بيقولوا له انت فعلا جامد، انت فعلا دمك خفيف جدا. لما يخش على الفيسبوك او يخش على اليوتيوب او يخش على السوشيال ميديا ويلاقي ان الناس فعلا شايفه ان دمه سم، انت فعلا شخص كرنج جدا، فهو بيتفاجئ. حتى هو في لقاءاته الاخيره تحس ان هو فعلا هو في ايه، هو انا مش دمي خفيف يا جماعه زي ما الناس اللي حواليه بتقول ولا سؤالي حاجه؟ لا لا، لو تامر يسمح لنا بس احنا معانا ايه، معانا 10 دقايق ومو عايز يقول حاجه، فبس مع بعضينا يلا ارجوكم اتفضلوا. دقيقتين بالظبط. حازم بص، انت مثلا هو بالنسبه لك شخص مش لطيف، مش بيضحك، بس الناس تانية هو بيضحك، فكول برافو عليك. ممكن انت تبقى بتعمل فيلم يا حازم تلاقي انه لا ده هو مش هينفع غير الواد ده اللي هو بالنسبه لي قالش، فهو اللي هيعمل الدور ده لان هو الشخص قالش اصلا. ما احنا للاسف الشخصيات دي ما بتتقبلش فكره ان في حد يحبك وفي حد لا. يعني هو لما تفاجئ مثلا، انا بتكلم باخد مثال جه في دماغي والله مش حد يعني معين، هو لما تفاجئ ان في ناس على السوشيال ميديا شايف ان هو دمه تقيل جدا، او هو شخص يعني كرنج جدا، او هو شخص بيحاول يخطف الاضواء بشكل مستفز من زمايله اللي حواليه، بدا يحس هو في ايه، هو الناس كلها مش مجمعه عليا ولا ايه؟ فهي دي الفكره. ده مثال بسقطه على شريف منير، ان شريف منير شايف ان هو شخص من رواد السينما في الوقت الحالي، لدرجه ان هو ممكن يطلع يقول الفيلم ده ما يتعرضش يا جماعه انا مش عايز اشوفه. فاهم قصدي؟ انا مش بدافع عن فيلم او مش بدافع عن حاله، قد ما انا بحاول ارجع الشخص ده لمكانته الطبيعيه. انا مش انا يعني، انا قصدي على الحاله اللي احنا عاملينها يعني، كناس عندها وعي بشكل ما يعني. فاهم نظرك طبعا، بس عايز اقول لك على حاجه، يعني انا مش من حقي اقول كده، بس هقول يعني شريف منير من ابسط الناس اللي انت ممكن تقابلها في حياتك، ويعني شخص عادي جدا، ما اظنش ان هو كان رايه للدرجه دي ان هو لازم يبقى يقول ان الفيلم وحش او ينسحب من نصه او كذا. هو كان يعني انا فاهم موقف ان هو ما عجبوش فقام، فانت قمت ليه؟ ما عجبنيش فبس. فالناس ازاي بقى ما عجبكش؟ فهو يلا الفكره ان انت تخون، ما عجبكش اوكي، لكن انت تخون وتقول دي مؤامره وكده بالظبط يعني. لا دي يعني ما دخلتش في ضمير التخوين، ما اعرفش كارت الوطنيه ده برضو مش يعني بالظبط حاجه. بس هو انا عايز اقول برضو حاجه، معلش، شريف منير بايا كان، انا كواحد مواليد 82، شريف منير ده انا بشوف له يعني بشوف تمثيله طول حياتي وكده، وليه افلام وحاجات ليها ذكريات معايا. وايا كان شريف منير، اشرف عبد الباقي، يعني ده يعني عايز افصل ما بين المواقف بتاعتهم، ما بين ان انا اكون بحبهم او لسه شايف ان هم فنانين كبار، انا لحد دلوقتي برضه لسه بحبهم. بس الفكره ان احنا بننتقد المواقف بتاعتهم عشان نفهمهم اللي انت بتعملوه ده غلط، ما يطلعش من ده كلام مهم جدا يا مو. بالظبط ده كلام مهم جدا يا مو، انه فكره احنا معترضين على ان هم استعملوا فصلوا ما بين الفن وما بين الموقف الايديولوجي، فاحنا بنقول لهم لا يا جماعه، الفن بيقيم بشكل فني، ما بيقيمش بمعايير اخرى، وبالتالي احنا نعمل معاهم هم نفسهم كده. انا مش هاخد موقف منك كفنان، انا هاخد موقف منك انت دلوقتي كشخص، لكن ده ملوش دعوه بتقييم تجربتك الفنيه او باني اجيب لك بقى الحاجات. انا من الحاجات اللي فوجئت بيها، الناس بيجيبوا الحاجات اللي مثلا هو الشيخ منير في هيستيريا، هو لابس ست ولا مش عارف حزمني ايه، وكانه ما انت عملت الحاجات دي. هي الحاجات دي مسيئه يا جماعه، احنا المفروض ما نستعملش اللغه دي، لان هو ده اللي احنا معترضين عليه ان هو عمله. احنا بنمارس نفس اللعبه بشكل مختلف. فبالعكس طبعا بالظبط وكان بيضحكنا وكان دمه خفيف. الفكره كده ببساطه، انه لو انا معترض على ان انت استعملت معيار غير فني في حكم على شيء فني، لازم انا ما اعملش نفس الغلطه، وما ابداش اهاجمك انت في اهاجم شخصيتك الاعتباريه كفنان. لا، انا بقول موقف تجاه شخص ما عمل هذا، وده لا يعيب فن بشيء، ولا اقول بقى انت قدمت ايه، ولا انت تفهم ايه، ولا انت مين اصلا عشان تتكلم. انا مش عايز اقول ده، انا عايز اقول ده موقف خاطئ، لانه بيمارس بيعتمد على معايير غير فنيه في تقييم عمل فني. فانت ما ينفعش تعمل كده. زي مثلا انا موقفي من الاستاذ احمد بدير، انا بحب احمد بدير جدا كممثل، شايفه من اهم الممثلين. مواقفه السياسيه ده شيء تاني، هو الراجل دوت، انا هاخد موقف من ده، من موقفك انت، اللي هو فكره انه اكره الخطيئه ولا اكره الخاطئ بالبساطه دي يعني. بس انا عايز اتشالنج يو تامر في الحته دي.
انا لما بقي لما بقول مش صح ان انا اقول انت عملت كذا وكذا ده وحش فانت وحش، لا ده انا بس انا طبيعي ان انا to bring it up as a way ان انا اوضح تناقض. يعني انا من 5 6 7 سنين، 6 سنين كده تقريبا او 7 سنين، لما الفنان القدير عزت العلايلي طلع يقول لك الفيلم حلاوة روح ده فيه قلة أدب وقيم الأسرة المصرية والكلام ده، وأنا يعني طبيعي اللي هو قبل تأكل حبيبي زي اللحم. قبل تاكل اللحم أنت بتهزر، مش معنى ذلك إن أنا بقول له أنت قليل أدب عشان عملت زي قبل تاكل اللحم، لأن أنا ما بحكمش عليه كده، إنما اللي هو أنا بقول له أنت منافق وعندك تناقض ده يعني أنت فاهم قصدي؟ طبيعي مش بعايب باللي هو عمله قبل كده، أنا بعايب تناقضه، أنا بعايب بنفاقه، أنت فاهم قصدي؟ في حاجة فكرتني بقوة السوشيال ميديا وكده، أنا دايماً بقول الحاجة الحلوة بتفرض نفسها، والجمهور أو إن أنا منهم، أنا مش متخصص في السينما، ما ينفعش تضحك عليه. زي مثلا المسلسل بتاع عمرو يوسف، انا برضو اتفاجئت لما شفت التريلر، ايه ده واحد عينيه ملونه وبدقنه وبتاع هيهبط في التاريخ، والتاريخ فيه هبد، انت جايب لي واحد شكله ما يمتش للفراعنه بصله وجاي، طب ازاي، طب انا هتفرج على المسلسل ازاي، هتقبله ازاي؟ فعلا كل الناس كان يعني جواها نفس الموضوع دوت، لما الناس كلها اتكلمت على السوشيال ميديا الموضوع اتلغى، فدي برضو حاجه حلوه يعني ان الناس برضو ليها عيوب. وهذا هو موضوعنا ان شاء الله يوم الجمعه الجايه، احنا دي النقطه تحديدا نتكلم فيها، شكل السينما تحديدا قبل بقى السوشيال ميديا وبعد السوشيال ميديا، بالشكل بقى البصري بقى اتاثرت ازاي، والدعايه بقى شكلها عامل ازاي، والقوه بتاعه تعبير السوشيال ميديا لغايه فين اثرت على السينما. فده جزء مهم، انا مبسوط جدا والله العظيم، الحاجات بتسلم بعض كده، ايه الديزولف بيحصل لوحده. انا مبسوط جدا جدا جدا، ميرسي كل الناس اللي كانوا معانا بيسمعونا، ونلتقي على خير الاسبوع القادم، وشكرا جزيلا لكم.